أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع أمل الحناوي عن قرب. التكهنات صعبة وخاصة حول المستقبل وتحديدا حول مصير الإقليم الحزين. ننقب في ذاكرة الشرق الأوسط القريبة فلا نعثر على مواعيد متفائلة. علامات الطريق مثقلة بالحروب والتوترات والاضطرابات بل والإحباط أيضا، مثقلة بمدن عريقة نزفت روحها وبيوتها وأطفالها ونساءها وشبابها، نزفت قهرا وظلما، وفي المقدمة منها بالطبع غزة الجريحة. أرض العزة ومدرسة الصمود، منبع الرجولة ودار الشموخ. استوقفنا اليوم أن 197 يوما مرت من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وكأنها 197 عاما. فالقطاع الحزين تفوح من كافة جنباته رائحة الموت والدمار والتشريد والجوع، ما يلطخ إنسانية العالم ويسقط شرعية المجتمع الدولي العاجز حتى الآن عن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الأبرياء، العاجز عن وقف نزيف الدم الفلسطيني وتمكين التوصيل الآمن للغذاء والدواء والمياه والمأوى لأهل غزة الصامدين وسط حصار مقيت فرضه المحتل الإسرائيلي المغتصب للأرض على شعب أبي يتنفس الحرية. وما أصعب الأرقام وأقساها في غزة، 34 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن حوالي 90 ألف جريح. المجاعة تطرق أبواب الخيام وتهدد 600 ألف طفل. القصف الإسرائيلي قضى على الأخضر واليابس في القطاع، دمر أحياء سكنية بأكملها، ولم تسلم دور العبادة والمستشفيات والمدارس والمباني التاريخية. قرون من التاريخ والحضارة وذكريات أهل غزة تم محوها نتيجة التدمير الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 6 أشهر مضت لطمس وتغيير هوية القطاع. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة إلى العصر الحجري، محاولا شطب غزة من المستقبل. فهل حان الوقت لاستعادة قيمة الحياة البشرية؟ هل حان الوقت ليستيقظ العالم من طرق الدم الفلسطيني على جدران ضمائره النائمة؟ 197 يوما والغرب يتحدث بنصف لسان عن الحرب الظالمة على غزة، فطار يدين المذابح والمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وطارة أخرى يقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبقى الدولة المصرية هي الداعم الأكبر للفلسطينيين على مر التاريخ، ودورها منذ اندلاع شرارة الأحداث في 7 أكتوبر الماضي هو الأقوى على الإطلاق لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين. فتبذل القاهرة كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق جاد لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب غزة متسلحة بقوة الدبلوماسية المصرية العريقة، رغم تعنت تل أبيب في مفاوضات التهدئة واستمرار حربها الظالمة على الفلسطينيين وإصرارها على جر المنطقة إلى حرب ضروس لا تحمد عقوباها. بعد دخول إيران على خط النار عقب استهداف الطيران الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق ورد طهران بهجوم بالمسيرات والصواريخ على تل أبيب والرد المضاد على أصفهان الإيرانية، ناهيكم عن اشتعال التوتر بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني والتصعيد العسكري بين الفصائل العراقية وتل أبيب بعد استهداف قاعدة كالس شمال العراق. سلسلة التوترات الإقليمية تلك والأحداث الملتهبة المتتابعة التي تشهدها المنطقة حذرت مصر مرارا وتكرارا من حدوثها، وكانت القاهرة سباقة بالتنبؤات حول المشهد الحالي في الإقليم. فمن يستجيب لصوت السلام الذي تطالب به الدولة المصرية دوما من أجل استقرار المنطقة والعالم؟
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وتتحرك الدولة المصرية على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل تخفيف المعاناة عن سكان غزة المحاصرين، وتبذل القاهرة جهودا مكثفة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال. فعلى مدار 197 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، قدمت مصر كل ما في وسعها للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، موجهة كل طاقتها نحو تقديم يد العون لأهل غزة واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم للوقوف بجانبهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي. وتغلبت الدولة المصرية على كل العقبات المعرقلة لمرور شاحنات المساعدات إلى غزة، وكثفت جهودها الفنية بزيادة إدخال الشاحنات للفلسطينيين بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني عدة مرات ليحول دون أي تحرك عليها. وقامت القاهرة خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق، وظل معبر رفح مفتوحا من الجانب المصري منذ بداية العدوان، ولم يغلق لحظة واحدة طوال الأشهر الستة الماضية وحتى قبلها، لتكون حصيلة المساهمة المصرية بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة قياسية بعد أن وفرت القاهرة كل سبل الدعم لأهالي غزة المحاصرين من وقود وسيارات وإسعاف ومستلزمات طبية وأطنان من المياه وغيرها من المساعدات الإغاثية. كما نجحت الدولة المصرية في إجلاء عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب وذويهم من قطاع غزة من خلال تنسيق موسع مع السفارات الأجنبية والهيئات الدولية العاملة في مصر، فضلا عن إدخال ما يقرب من 20,000 شاحنة من المساعدات الإنسانية والوقود والإمدادات الغذائية والطبية وخيم الإيواء وغيرها من المساعدات إلى غزة. ووفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قررت القاهرة زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح. وقدمت مصر الحجم الأكبر من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة عن طريق المؤسسات والجهات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني بها، في موقف يعكس الإصرار المصري على مواصلة الجهود القصوى لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع والسعي الدائم لزيادتها بالقدر المطلوب والمناسب لدعم الأشقاء بغزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها. وفي الوقت نفسه كثفت مصر من جهودها لإسقاط عدد كبير من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية عبر الجو على سكان شمال غزة لتخفيف المعاناة التي يعيشونها جراء استمرار العدوان. وجاءت تلك الجهود المصرية التي تمت بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والغربية نظرا لانهيار البنية التحتية وتدمير الطرق الرئيسية التي تمنع وصول المساعدات بريا إلى شمال القطاع. ولاقت هذه الجهود المصرية إشادات واسعة من الداخل والخارج، إذ وصف كثيرون دور مصر في الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة بالملحمة التاريخية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالتوازي مع تحركاتها السياسية لإنهاء العدوان، ما يكشف للجميع دور مصر الأكبر والأقوى لدعم الفلسطينيين. هذا ولم تدخر مصر جهدا في توفير الأجواء من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث نجحت الوساطة المصرية وجهود القاهرة الحثيثة في وقف إطلاق النار بالقطاع لمدة 4 أيام خلال شهر نوفمبر الماضي وتمديدها ليومين آخرين بنفس الشروط في هدنة إنسانية شملت الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين وزيادة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تبنت مصر الحل الشامل للأزمة بالدعوة إلى العودة للمسار السياسي التفاوضي والذي يحظى بتأييد دولي موسع، ورغم استمرار تل أبيب في تجاهلها لدعوات التهدئة رافضة وقف إطلاق النار بشكل دائم، إلا أن القاهرة نجحت في توصيل رؤيتها للمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ مشروع حل الدولتين بعد أن أطلقت خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام. وتتركز خارطة الطريق المصرية على التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل دولتين باعتباره السبيل الأوحد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مقررات الشرعية الدولية. إن تحركات الدولة المصرية ورؤيتها حول مصير القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية لاقت تأييدا واسعا من كافة أطياف المجتمع الدولي، نظرا للثقة الكبيرة في الموقف المصري تجاه فلسطين، والذي لم يخضع في أي مرحلة لحسابات مصالح أنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومة إقليمية أو دولية على مر التاريخ. حالة من الترقب والحذر الشديدين تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات وموجة التصعيد التي تتجه إليها المنطقة في الوقت الراهن، والتي تأتي انعكاسا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، والذي دخل شهره السابع دون وجود حلول تلوح في الأفق حتى الآن، في ظل ما خلفه العدوان الغاشم من سقوط أكثر من 100,000 بين شهيد وجريح ومفقود من أبناء الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب حالة الدمار الشامل للقطاع المحاصر واتباع إسرائيل سياسة التجويع لأهالي غزة. ومنذ لحظة اندلاع الأحداث في قطاع غزة وممارسة العدوان الإسرائيلي أبشع الجرائم والانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين العزال بالقطاع، حذر المسؤولون المصريون وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وخارجها، وما سيكون له من تداعيات خطيرة جدا على الإقليم والعالم أجمع إذا ما استمر هذا العدوان وممارسته لكل أنواع القتل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني البريء ومحاصرته وعدم وصول الإمدادات الإنسانية إليه. لقد كانت الرؤية المصرية واضحة للجميع منذ بداية الأحداث، وهي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بعد أن رفضت القاهرة وتصدت بكل حزم وحسم لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، فيما تواصل الدولة المصرية بذل أقصى جهودها على مختلف المستويات وتسابق الزمن من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة من خلال انخراطها في جهود الوساطة والمفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق الاستقرار المنشود ووقف التصعيد بالمنطقة وإيجاد الحلول السياسية بعيدا عن السبل العسكرية. وبين هذا وذاك يبقى نجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة هو مفتاح الحل الوحيد لتجنب اتساع رقعة الصراع بالمنطقة والعالم. إذن منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وتبذل الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية جهودا حثيثة من أجل وقف الحرب على غزة ومنع تفاقم الصراع بالمنطقة، مستخدمة كل أدواتها السياسية والدبلوماسية لوضع حد للكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل. كما تكثف القاهرة من تحركاتها حاليا من خلال انخراطها في جهود الوساطة مع كافة الأطراف لوقف الحرب على غزة قبل أن تنفجر الأوضاع وتتسع
دائرة الصراع إلى حرب إقليمية شاملة. هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم، ونترككم في الجزء الثاني من الحلقة مع لقاءين أجريناهما مع لواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ولقاء الآخر مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. والآن مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، ومن واشنطن سيد برينت سادلر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. أهلا فندم. بداية دكتور محمد، يعني نتحدث، نشر معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب دراسة تتضمن خارطة طريق استراتيجية لليوم التالي، تقدم مسارا استراتيجيا بديلا لإسرائيل من خلال إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والحلول السياسية عن الحلول العسكرية أو عن العمل العسكري المستمر، وتحويل المكاسب العملياتية إلى سياسية. رؤيتك حول هذا الطرح دكتور الذي قدمته هذه الدراسة، وهل فعلا إسرائيل حققت أهدافها من حربها على غزة برأيك؟ يعني أولا شكرا أستاذة أمل على الاستضافة. أعتقد هذه الدراسة في غاية الأهمية، تنبع أهميتها ليس فقط من الأفكار المطروحة، ولكن أيضا لأن هذا المركز البحثي هو أحد أهم مراكز البحث في إسرائيل، ودلالة هذه الدراسة أنها تؤكد أن هناك تعدد في الفكر لدى إسرائيل أو لدى النخبة الإسرائيلية فيما يتعلق بالورطة اللي موجود فيها إسرائيل الآن في حرب غزة. هذا التقرير ينطلق من فكرة أن إسرائيل لم تحقق أهدافها الاستراتيجية في غزة حتى الآن، حققت بعض النجاحات العملياتية، بمعنى بعض الانتصارات العسكرية على الأرض، احتلال أراضي إلى آخره، ولكن لم تحقق أيا من أهدافها الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالقضاء على حماس، وما يتعلق أيضا بالإفراج عن الرهائن. وبالتالي هذا التقرير بيدعو إلى التحول إلى المسار السياسي والمسار الدبلوماسي من خلال وقف لإطلاق النار والانتهاء من صفقة تبادل الأسرى، وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة. وأيضا يطرح فكرة في غاية الأهمية، يرى أن البديل لحماس في غزة هو السلطة الفلسطينية وقيادات فتح الموجودة على الأرض في غزة، ويقول عندما يعني ننتهي من هذه الأمور لابد أن ننتقل إلى مسار الجبهة الشمالية، جبهة التوتر مع حزب الله، من خلال عودة سكان الشمال الإسرائيلي مرة أخرى إلى مساكنهم، من خلال التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن في الجبهة الشمالية استنادا لقرارات الأمم المتحدة، ومع وجود قوات دولية يعني ترعى أو تراقب وقف إطلاق النار في الشمال. إذن دكتور محمد، تتحدث وترى أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. أنتقل إلى السيد برينت، أشارت دراسة معهد الأمن القومي بتل أبيب إلى أن إسرائيل تواجه واحدة من أصعب فتراتها، سواء من حيث مكانتها الدولية أو وضعها الداخلي. إذن كيف ترى هذا الأمر؟ وبرأيك هل أدت سياسات إسرائيل بالمنطقة إلى زيادة عزلتها الدولية وفقدان دعم العديد من دول العالم لها؟ وهل تتفق مع دكتور محمد معي هنا في الاستوديو بأن إسرائيل لم تستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية؟ حسنا، في البداية أنا أتفق مع كثير مما ذكرها الدكتور محمد، ولكن لا أتفق أن هذه الحلقة من الصراع لا زالت نشطة، وبالطبع لا زال مبكرا أن نحكم ما إذا كانت هذه الحلقة قد انتهت ومن حقق أهدافه الاستراتيجية.
من وجهة نظري وما نراه هنا في واشنطن العاصمة إن التبادل الحالي للهجمات بين إيران وإسرائيل يظهر أن هناك كثير من الدعم الإقليمي للقضية الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالرد على العدوان الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بدعم إيران على المستوى الكبير والمستوى من الصواريخ بعيدة المدى والمسيرات، حيث أن هناك 300 مسيرة وصاروخ أطلق من إيران، ونحن نعلم أنه لن يكون هناك نجاحا في هذه الشراكة، وبالطبع أيضا هناك الكثير من التفاعلات مع الولايات المتحدة، ولا أعتقد أن إسرائيل أصبحت بمعزل بشكل أكبر. أعتقد أن في حقيقة الأمر أنها تحصل على الكثير من الحلقات والدعم الدبلوماسي والاستراتيجي، وأعتقد أني أتفق مع السيدة الدكتور أن هناك كثير من الاهتمام بكثير من القضايا سواء في الجبهة الشمالية أو الجنوبية مع لبنان أو حزب الله، بالطبع هناك حلول دبلوماسية نحن في أمس الحاجة إليها من خلال إتمام صفقة تبادل الرهائن. بالطبع الإسرائيليين قاموا بإخلاء الآلاف من مواطنيهم في المنطقة وقد حركوهم وأيضا دفعوهم إلى هذا الاتجاه، وبالطبع ما زال الاقتتال مستمر في غزة، فبالتالي المنطقة التالية ربما تكون المنطقة الشمالية، ولكن يمكن حل هذه الأمور من خلال الأمور الدبلوماسية، ولكن الأفضل هو منع التوسع في الجبهات، ولكن حماس لا ترغب في إنهاء هذا التهديد أو التهدئة، ولا يمكن لها أن تقبل بنزعها من غزة. سيد برنت، تحدثت عن أن إسرائيل ليست بمعزل وأنها تحتاج لمزيد من الدعم في ردها على العدوان الإيراني، ماذا تعلق على كلام الجانب الإيراني حينما يتهم إسرائيل بأنها هي من بدأت بالعدوان بقصف قنصلياتها في سوريا؟ حسنا، هذه الهجمة في حقيقة الأمر كان هناك إعلان لبعض المناوشات بين الطرفين، وقاموا بتنفيذ الهجوم على بعضهم البعض من خلال الوكالة، وقد قاموا باستهداف بعض السفن البحرية على مدار العام الماضي، وأعتقد أن هناك الكثير من العوامل الفعالة في هذه الحرب بالوكالة وهذه الحرب غير المعلنة. في هذا الخصوص يمكن أن نرى أن هذا ليس استفزازا أو عزلة، ولكنه استمرار لصراعات دامت على مدى العام الماضي، وأيضا كان أصبح من الجلي، وأيضا هناك كثير من التداعيات في تاريخ هذه العلاقة المتسمة بالتدهور بين إسرائيل وإيران، وبالتالي إيران عندما بدأت هذه الهجمة من أراضيها كان هذا لأول مرة أن يكون هذا تداعيا صريحا، وأيضا لم يظهر لحسن الحظ أنه لا يوجد استمرار للصراع بين الدولتين على أراضيهما. نعم، أنتقل لدكتور محمد. دكتور محمد، دراسة معهد الأمن القومي بتل أبيب أوصت بأنه يتعين على إسرائيل أن تسعى بسرعة إلى التوصل إلى صفقة الرهائن والتي تتضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم. برأيك لماذا تماطل إسرائيل في التوصل إلى هدنة إنسانية وإلى التوصل لوقف إطلاق نار بشكل دائم؟ لأن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل برئاسة نتنياهو مستقبلها أصبح مرتبطا باستمرار الحرب في غزة. هذه الحكومة أصبح يسيطر عليها الآن تيارات يمينية متطرفة، أفكارها هي أفكار عقائدية وأيديولوجية لا ترتبط بالضرورة بالمصلحة الوطنية. هذه الأحزاب هددت بالخروج من الائتلاف الحاكم إذا توقفت الحرب، إذا تم التوصل إلى صفقة للأسرى، إذا لم يدخل نتنياهو إلى رفح. فبالتالي نتنياهو هو أيضا أصبح أسيرا لتوجهات هذه العناصر اليمينية، ونتنياهو يعلم أنه لو سقطت هذه الحكومة فسوف يصبح مساءلا
أمام الرأي العام الإسرائيلي، ليس فقط ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر ولكن ما يتعلق بقضايا الفساد قبل ذلك، وربما يتم محاكمته إلى آخره. وبالتالي يعني عدم الوصول إلى هدنة، عدم التحرك السياسي، أصبح له أهداف سياسية ترتبط بالمستقبل السياسي لنتنياهو. أنتقل لسيد برنت. سيد برنت، يعني دراسة معهد الأمن القومي بتل أبيب أوصت إسرائيل الاعتراف بالسلطة الفلسطينية التي تم تحديثها وإصلاحها، حيث تعد الحل العملي الأمثل لتشكيل حكومة بديلة لحماس في قطاع غزة. ما تقييمك لهذا الأمر؟ أعتقد بالطبع أن هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك حكومة جديدة للفلسطينيين في غزة. الأمر لا يضمن ولا يضم أي من فصائل حماس ولا يكون لها أي دور قيادي، بحيث يكون هناك حدا لأي عمليات عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر. أود أن أضيف على موضوع الرهائن، من المهم أيضا أن يكون هناك علم ودراية تامة بحقيقة أن إسرائيل تعلم أين يوجد هؤلاء المحتجزين، فبالتالي كان هذا أمرا يشكل إشكالية كبيرة بشأن أي مفاوضات. فبالتالي إذا ما كان المحتجزين قد قتلوا أو على قيد الحياة، فبالتالي لابد أن يكون هناك علم للجانب الإسرائيلي بحقيقة الأمر من خلال الانخراط مع الجانب حماس من أجل العمل على إطلاق السراح في البداية. نعم، أنتقل لدكتور محمد. دكتور محمد، مصر تقوم بجهود حثيثة وجهود كبيرة منذ اندلاع الأحداث وحتى وقتنا هذا. لو تحدثنا عن الحراك المصري لنشر الأمن والسلام في المنطقة وعودة الاستقرار ورفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين. يعني الحقيقة يعني منذ اليوم الأول لبدء الحرب في غزة، مصر أعلنت عن عدد من المبادئ الواضحة كانت أساس للحركة المصرية بعد ذلك. أول هذه المبادئ ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. المبدأ الثاني هو ضرورة إدخال أكبر كم ممكن من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. مصر أيضا أعلنت رفضها على عودة احتلال إسرائيل لغزة مرة أخرى بعد انتهاء الحرب، وأيضا رفضها لاستقطاع أيا من أراضي غزة لإقامة مناطق عازلة تظل فيها إسرائيل. مصر أيضا حذرت من خطورة توسيع نطاق الحرب وأكدت على ضرورة الحل السلمي، حل الدولتين كمسار مستقبلي لحل القضية الفلسطينية. يعني في هذا الإطار واستنادا لهذه المبادئ، يعني مصر قادت حركة كبيرة بمفردها كما تمثل في قمة القاهرة التي دعا الرئيس السيسي لها في بداية الأزمة، وحضرها عدد كبير جدا من قيادات العالم. ثم تلا ذلك التحرك المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وأيضا الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر للهدنة الإنسانية. نجحت في تحقيق هدنة إنسانية من قبل، والآن هناك جهود مرة أخرى نتمنى لها النجاح قريبا، بالإضافة طبعا إلى الزيارات واللقاءات والاجتماعات التي قادتها المؤسسات المصرية من أجل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. ربما آخرها اليوم اللقاء بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية التركي، وسبقها العديد من الاجتماعات سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف أو التحرك في المنظمات الدولية، محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة إلى آخره. فالحقيقة جهد كبير ومهم ومنذ اليوم الأول للأزمة، وأصبحت اللغة التي تتحدث بها مصر عن القضية الفلسطينية هي اللغة التي تتبناها الآن العديد من دول العالم. صحيح.
يعني أنتقل مرة أخرى لسيد برنت. سيد برنت، هل تتوقع اتساع رقعة الصراع في المنطقة خلال الساعات القادمة، خاصة وأن إسرائيل لم تقدم حتى الآن مقترحات حول الهدنة التي عرضها الوسطاء خلال اجتماعات القاهرة مؤخرا؟ أعتقد من وجهة نظري أنه في الوقت الراهن نحن ندخل في مرحلة قانونية بالنسبة لإسرائيل. هناك دخول إلى بعض الخطوات القانونية على مدار الأشهر الماضية، كان هناك الكثير من الجهود، فبالتالي لا يبدو أن هناك توقف للعمليات العسكرية، ولكنها لن تظل على نفس الوتيرة. وبالطبع ربما تكون هناك بعض الجهود والانفراجات عن طريق المسارات الدبلوماسية. أما فيما يتعلق بصفقة المحتجزين، ربما نشهد بعض التقدم في هذا الملف، ولكن فبالتالي لا يوجد أي انفراجة دبلوماسية حتى الآن أو عمليات عسكرية على مدار الأسابيع القادمة. من الأهمية بمكان أن ننظر حتى شهر مايو، سواء ما كان هناك زيادة في عدد العدائيات، فبالتالي الأماكن المحتملة ليس بين إسرائيل وإيران فيما يتعلق بتبادل الهجمات، ولكن ربما تكون هناك تدهور في الحالة الأمنية على الحدود مع حزب الله. فبالتالي أعتقد أن التركيز الأكبر هو ربما ما يحدث في تلك المنطقة، وأيضا نضع في الحسبان هجمات الحوثية المستمرة ضد إسرائيل، ولكن التهديد الحقيقي الكبير الذي يؤدي إلى مزيد من العنف هو الجزء والجبهة الشمالية. سيد برنت، كيف سيكون رد الفعل الأمريكي في حال اندلاع حرب إقليمية موسعة بالمنطقة؟ حسنا، أعتقد أننا بالطبع نرى حربا إقليمية متسعة النطاق، حيث أن هناك حربا بالوكالة من جانب إيران وبشكل نشط وفعال تتسبب في الكثير من التداعيات والصراعات من جانب سوريا ولبنان وأيضا من جانب اليمن. فبالتالي هناك حربا بالفعل موسعة على النطاق الإقليمي، ولكن ربما نعتمد على عامل أخير للحد أي حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل. ربما يكون ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية كما حدث على فترة الماضية من خلال الأشهر أو الأيام الأخيرة، وبالطبع هذا هو المكان الأخير الذي نتوقع فيه حربا مفتوحة من وجهة نظري. نعم، أعود إليك دكتور محمد مرة أخرى. استضافت القاهرة لقاءات واجتماعات عديدة في الساعات الماضية والأيام الماضية لوقف إطلاق النار وأيضا لإنهاء الحرب على غزة، تقييمك لنتائج تلك الاجتماعات؟ أعتقد الكثير من هذه الاجتماعات، وكما ذكرت يعني منذ بداية الأزمة وليس فقط في الأيام أو الأسابيع الأخيرة، حققت نتائج ملموسة. بالتأكيد مصر كان لها دور أساسي ومحوري في التوصل إلى الهدنة الإنسانية الأولى، الإفراج عن الرهائن والتهدئة التي شهدها قطاع غزة. مصر أيضا لها الدور الأساسي في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكما نعلم جميعا الجانب الأكبر من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة تأتي من مصر، وهي مساعدات مصرية بالأساس، ومصر أصرت على أن هذه المساعدات يجب أن تذهب إلى كل أنحاء غزة بما فيها المناطق الشمالية من قطاع غزة. هذه الاجتماعات واللقاءات والمبادرات أعتقد ساهمت بشكل كبير في تحول وجهات نظر العديد من الدول فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإدراكهم بأن الاستقرار وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بحل هذه القضية، وأن حل هذه القضية مرتبط بإقامة دولة فلسطينية. فكما ذكرت من قبل، اللغة المصرية والفكر المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيفية حل القضية الفلسطينية نتيجة اللقاءات والمحادثات بين مسؤولين مصريين ومسؤولين من دول أخرى، أصبحت الدول الأخرى تتحدث كما تتحدث القاهرة فيما يتعلق بضرورة إقامة دولة فلسطينية كحل للقضية الفلسطينية.
أنتقل لسيد برينت، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حل الدولتين إلا أنها استخدمت حق النقض الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي اعتراضا على منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، كيف تفسر هذا الأمر ولماذا تتعامل الإدارة الأمريكية بسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ حسنا، أعتقد أن الإجابة البسيطة على هذا التساؤل هو المقترح المقدم للأمم المتحدة والخارطة، وهو ما يثير مخاوف إسرائيل. الولايات المتحدة ترغب في أن تضمن أن كل المصالح يمكن الوفاء بها عند الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت هناك كثير من المخاوف، ولكن هناك الكثير من الاعتراضات لم يتم اتخاذها في الاعتبار، وأيضا هناك الكثير من الضمانات اللازمة لإحلال هذا الحل من خلال المفاوضات المتبادلة وبالتالي الوصول إلى الحل النهائي. ولكن الحقيقة إذا ما تم الحصول على هذه الأصوات فبالتالي لن نرى أي تغيرات على أرض الواقع بالشكل المطلوب. نعم، نظرا لضيق الوقت أشكر ضيفي من واشنطن، أشكر ضيفي السيد برينت سادر المسؤول السابق بالبنتاغون، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة التي أوضحت الموقف الأمريكي مما يحدث في المنطقة حاليا. وينضم إلينا من نيويورك السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أهلا بك سعادة السفير. في البداية سعادة السفير، كيف كانت الأجواء في مجلس الأمن مؤخرا لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، سواء في جلسة الخميس الماضي أو في جلسة الخميس قبل الماضي؟ الأجواء يعني أنا أعتبر أنها أجواء إيجابية للغاية، سواء كان منذ أن تم تقديم الطلب إلى مجلس الأمن وانعقدت وحيل إلى لجنة العضوية في المجلس، وكان هناك تأييد واضح للطلب المقدم من دولة فلسطين، وكانت هناك أيضا معارضة أمريكية واضحة منذ بداية النظر في إطار لجنة العضوية، ولكن ذلك لم يمنع من أن تعقد اللجنة جلستين وتصل إلى تقرير يؤكد أنه لا يوجد توافق آراء في مجلس الأمن. عرض هذا التقرير على جلسة المجلس التي عقدت يوم الخميس 18 ساعة 5 مساء بعد الظهر، وتم التصويت على مشروع القرار. لو نظرنا إلى نمط التصويت، ده نمط إيجابي للغاية، لأنه لدينا 12 صوت مؤيد للقرار من ضمنها دول رئيسية زي فرنسا، زي اليابان، زي كوريا، زي سلوفينيا، دي دول رئيسية أوروبية وآسيوية بتدعم القضية الفلسطينية وبتدعم حصول فلسطين على مقعد دائم في الأمم المتحدة. وذلك من شأنه أنه يضع الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهم سويسرا في موضع صعب نحتاج أن احنا نشتغل عليه في المرحلة القادمة. ابقى معي سعادة السفير، أنتقل لدكتور محمد. دكتور محمد، ما رأيك في إجهاض الفيتو الأمريكي؟ مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، لماذا لم يتحقق التوافق المطلوب على هذا المسعى الفلسطيني؟ هل هذا الفيتو يتعارض مع دعوات الأمريكية بضرورة حل الدولتين؟ بالتأكيد يتعارض، وهو قرار مؤسف، وخاصة أن إدارة بايدن سواء الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية يتحدثان دائما عن حل الدولتين. عندما جاء هذا الأمر إلى الواقع وليس مجرد الحديث، أي استصدار قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو وذكرت أن إقامة الدولة الفلسطينية يكون من خلال المفاوضات، وهو أمر الحقيقة صعب تحقيقه، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي من المفترض أن يتفاوض معها
الفلسطينيون لإنشاء دولة فلسطينية ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي كيف يكون التفاوض هو المسار إذا كان الطرف الإسرائيلي يرفض الفكرة من أساسها؟ أنتقل للسفير ماجد عبد الفتاح. سيادة السفير، ماذا عن الدعوات الدولية التي تطالب بالإصلاح الهيكلي لمجلس الأمن، وكيف هو صداها داخل المنظومة الأممية، وكيف ومتى يتم إجراء هذه الإصلاحات؟ أنا بس قبل ما أتكلم عن الإصلاحات الهيكلية أحب أضيف للي قاله الدكتور محمد كمال صديق العزيز، إنه دولة فلسطين دولة قائمة بالفعل، وبالتالي لما تقدمت دولة فلسطين بطلب العضوية في سنة 2011 ولم تدفع بمشروع قرار، ده تم بموجب صفقة تم قامت فيها الجمعية العامة في بإصدار قرار بأغلبية 138 صوت في عام 2012 بمنح دولة فلسطين وضعية دولة مراقبة، يعني قالت إن فلسطين دولة ولكن دولة مراقبة، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل أن تأتي في هذه المرحلة وتقول أن فلسطين ليست دولة. قد تكون الولايات المتحدة وإسرائيل لم يصوتوا بصالح هذا القرار في عام 2012، ولكن 138 دولة صوتوا لصالح هذا القرار، وبالتالي التصويت اللي تم هو على ضم دولة فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة، وليس الاعتراف بوجود أو عدم وجود دولة فلسطين، لأن دولة فلسطين قائمة وستظل قائمة. فيما يتعلق بالدعوات القائمة للإصلاح في الأمم المتحدة، ما زالت هناك، أنت عارف أن في قمة اسمها قمة المستقبل ستعقد في سبتمبر هذا العام، وهناك الكثير من الآمال تتعلق في قمة المستقبل على موضوعات كثيرة جدا، من ضمنها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وكيف التعامل مع قضايا البيتو، خاصة في ظل المواجهات الجيوسياسية اللي خلقتها الحرب الأوكرانية جوه مجلس الأمن، واللي أصبح فيها حالة من التحزب الرئيسية. هناك قرارات بتقف قدامها روسيا والصين بالبيتو، وهناك قرارات تقف قدامها أمريكا وبريطانيا بالبيتو، وبالتالي هذا التحزب لابد من ينتهي، ولابد أن احنا نوصل إلى صيغة وفورمولا أن احنا نعيد إعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيعه، توسيع عضويته، وإعادة إصلاح نظام التعامل مع البيت. هناك عديد من الإصلاحات، هناك اقتراحات على سبيل المثال أنه ما فيش قرار يتم إعادته بالبيتو إلا لو تم استخدام 2 بيتو أو 3 بيتو في بعض الأحيان. هناك اقتراحات بأنه في قضايا السلم والأمن اللي تتعلق، وضحت الفكرة. سيادة السفير، وضحت الفكرة. معذرة النظر لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر سفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة من نيويورك. كما أشكرك الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على كل هذه المعلومات والتوضيحات المهمة حول مسار الملف الفلسطيني داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأعزاء، تتكاثف شظايا الحروب في منطقة الشرق الأوسط، وتتزايد التداعيات الإقليمية للحرب المشتعلة في قطاع غزة وسط ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والسقوط الأخلاقي للغرب ومخططات تل أبيب الشيطانية لجار الإقليم والعالم لحرب موسعة. وبين هذا وذاك، يترقب العالم إلى أين ستصل المناوشات العسكرية بين طهران وتل أبيب، سواء المباشرة أو عبر الوكلاء بالمنطقة. هل تستطيع واشنطن أن تستعد لانتخابات رئاسية، البقاء خارج مواجهة إسرائيلية إيرانية مباشرة؟ كيف سيكون اليوم التالي؟ ويبقى القول إن العالم يتأهب لاحتمالات انزلاق الشرق الأوسط إلى معركة موسعة موازية لحرب غزة، رغم كثافة الضغط السياسي والدبلوماسي العربي والإقليمي والدولي لتجنب الحرب الشاملة المفتوحة.
من الواضح أننا في الجزء الأخطر من النزاع الذي انطلق قبل 6 أشهر، لأن نتنياهو قرر خلط الأوراق على حافة توسيع الصراع، ويظل مفتاح الحل الوحيد لإنقاذ الكرة الأرضية من مصير مظلم مجهول في يد الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، ونجاح جولتها الماراثونية في التفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. فلا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء في غزة أبداً، ودعم فلسطين بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري دائماً وأبداً. نترككم بعد الفاصل مع لقاءين أجريناهما مع اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ولقاء الآخر مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، لمزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي الغادر بغزة على أوضاع الإقليم والعالم الملتهبة. دمتم في أمان الله، كنت معكم أنا أمل الحناوي، تحياتي. ما يزيد عن 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ارتكب خلالها المحتل جرائم حرب ضد الإنسانية أسفرت عن عشرات الآلاف بين شهداء وجرحى ومفقودين، وتشريد ما لا يقل عن 2 مليون فلسطيني يسكن الشوارع ومخيمات الإيواء بعد أن أجبرتهم آلة البطش الإسرائيلية على النزوح من مساكنهم. عدوان دام جعل العالم يعيش في حالة من الصدمة، ودفع منطقة الشرق الأوسط إلى الاقتراب من الانزلاق لحافة الهوية، فما نتج عنه من توترات واضطرابات كفيل بأن يضع المنطقة على فوهة بركان معرض للانفجار في أي لحظة. ويظهر ذلك جليا في اشتعال التوتر بجنوب لبنان وتصاعد الاضطراب في منطقة البحر الأحمر. كل ذلك يدفع لتساؤلات عديدة، متى سيعود الهدوء إلى المنطقة؟ وهل نحن أمام اضطراب أو اضطرابات طويلة الأمد ستجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية موسعة ومفتوحة؟ أم أن هناك حلول ستلوح في الأفق القريب كما يتمنى الجميع؟ إلا تل أبيب بالطبع. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بك. بداية سيادة اللواء، لا تزال مفاوضات الهدنة والوساطة المصرية القطرية الأمريكية تحاول وضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة بتقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. برأيك سيادة اللواء، ما هي فرص نجاحها، وهل تتوقع أن تؤدي في النهاية إلى وقف التوترات في المنطقة برمتها؟ بداية بشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر حضرتك على المقدمة. هي المقدمة هي مقدمة يعني متكاملة، وضعت النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالحرب الظالمة الحالية الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بأنها حرب إبادة، وأنها حرب يمكن أن تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وهو الأمر الذي حذرنا منه مرارا. ما فيش شك أن احنا أمام أزمة طاحنة، أمام أزمة حقيقية. هذه الأزمة تلقي بظلالها على المنطقة كلها، ليست فقط إسرائيل وقطاع غزة، ولكن تؤثر أيضا تأثيرا مباشرا على القضية الفلسطينية، تؤثر تأثيرا مباشرا على الأمن والاستقرار في المنطقة. ونحن شايفين الحرب ما يدور الآن بين إسرائيل وإيران، الحوثيين ومنطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهذه الأزمة بالفعل هي أزمة تساهم بقدر كبير في إمكانية تفجر الأوضاع في المنطقة أي وقت. علينا ألا نأمن الأمور يعني إلى حد ما محكومة بحسابات معينة للأطراف كلها، ولكن قد نجد في أي وقت من الأوقات وبدون سابق إنذار انفجار لا يستطيع أحد في المنطقة أن يسيطر عليه. الأزمة جعلت من مصر والدول العربية أن احنا بنتحرك بشكل مكثف وشكل سريع. حاولنا بقدر الإمكان منذ اندلاع هذه الحرب إن احنا نحتوي الصراع أو نحتوي هذه الأزمة. يمكن السيد الرئيس أجرى العديد من اللقاءات
والاتصالات فور اندلاع الحرب مع أكثر من 20 زعيم إقليمي ودولي، لكن في النهاية الحرب الإسرائيلية استمرت لأن هناك أهداف إسرائيلية تريد أن تحققها من هذه الحرب. نجحنا بعد حوالي شهر من العمليات أن احنا نتوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية، لم تمكث طويلا للأسف، لكن كان فيها نوع من الإنجاز. احنا عملنا دخول مساعدات إضافية ثم صفقة تبادل أسر. يمكن أهم نقطة في هذه المرحلة كانت رسالة مصرية مهمة جدا أن نشير إليها، أن احنا في 21 أكتوبر دعت مصر إلى مؤتمر القاهرة الدولي للسلام، وكانت دي رسالة أن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بالجانب العسكري، ولكن الحل الوحيد لهذا التوتر أو لهذه الأزمة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط 67 من خلال المفاوضات. وإحنا اشتغلنا على هذا الأمر جيدا، ودي كانت الرسالة المصرية اللي موجهة للعالم كله في وسط الحرب. للأسف الشديد الحرب مستمرة، لا يوجد أفق على أنها متى تنتهي. إسرائيل لا زالت تتحرك في هذه الحرب بأهداف هي حددتها مسبقا منذ اليوم الأول، عملت حكومة حرب، عملت حكومة طوارئ، حددت أهداف للقضاء على حماس وقضاء على سيطرة حماس على قطاع غزة، وهي مستمرة في هذه العملية. لكن في نفس الوقت مفاوضات الهدنة الإنسانية مستمرة بشكل مكثف. أستطيع أن نقول أن مصر تسابق الزمن بالتنسيق مع الأطراف العربية، قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، نحن بنسابق الزمن حتى نصل إلى تهدئة أو هدنة إنسانية أطول من ما سبق، والكلام كله مطروح على 6 أسابيع نحقق فيها كثير من الخطوات الإيجابية، سواء خاصة دخول المساعدات أو إنجاز صفقة تبادل أسرى أو التمهيد لوقف إطلاق النار. هي دي المرحلة اللي احنا بنشتغل عليها. وبرضو هنا من المهم أيضا أن نقول أن مصر طرحت من ديسمبر الرؤية المتكاملة لحل هذه الأزمة. يعني يمكن مصر الدولة الوحيدة اللي طرحت من ديسمبر 2023 السابق الرؤية الشاملة لحل هذه الأزمة المستندة على مراحل فرعية. مرحلة فرعية تبدأ بهدنة، ثم صفقة تبادل أسرى، ثم مساعدات، ثم وقف دائم لإطلاق النار، ثم تمهيد فيما بعد لعملية سلام عندما يعني تتهيأ الظروف لها. برأيك هل حققت إسرائيل أهدافها من الحرب على غزة أم فشلت؟ ما في شك إن إسرائيل حققت كل أهدافها من الحرب على قطاع غزة، وهذه الأهداف هي التدمير دمرت، القتل قتلت، الاعتقال اعتقلت، محاولة إبادة قطاع غزة هي يعني تعمل في هذا الأمر بكل قوة. إذا سلمنا أن هذه الأهداف الإسرائيلية، لا، هذه الأهداف الإسرائيلية تم تحقيقها، بالعكس هي لازالت إسرائيل تسعى إلى تحقيق مزيد من الأهداف الخاصة بالتدمير والقتل. وإحنا يمكن كل يوم عندنا على الأقل 100 شهيد فلسطيني، دمرت منازل كثيرة، دمرت المساجد، دمرت المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المستشفيات الرئيسية، دمرت أحياء كاملة، أنهت حياة أسر بالكامل. في هذا المجال إسرائيل نجح، لكن فيما يتعلق فيما بعد، لا، إسرائيل لم تحقق أهدافها حتى الآن. لازالت المقاومة الفلسطينية موجودة، لازالت الخسائر الإسرائيلية تتكبد يوما بعد يوم. وبالتالي فيما يتعلق بالجزء التدميري إسرائيل حققت نجاح هذا الجزء التدميري الإجرامي الشرس الظالم هذا العدوان. أما فيما يتعلق بالأهداف الأخرى، أعتقد أن إسرائيل أمامها وقت طويل حتى تحقق الأهداف الأخرى التي أعلنتها منذ اليوم الأول. وما تقييمك سيادة اللواء لموقف المنظومة الدولية من الحرب في غزة بعد الصمت والعجز المستمر من جانبها لوقف العدوان؟ وهل المنطقة والعالم بحاجة لنظام عالمي جديد يحقق الأمن والسلم الدوليين؟ للأسف الشديد العالم يقف موقف المتفرج ويتعامل مع هذه الأزمة ذات الكارثة الإنسانية وذات التأثير على الاستقرار والأمن في المنطقة كأنه مراقب، وبالتالي هناك ظلما كثيرا، هناك معايير مزدوجة، العالم يتعامل مع هذه الأزمة بشكل سطحي للغاية. للأسف الشديد
رؤية العالم لما يحدث أنها مسألة مساعدات إنسانية، وهذا أمر خاطئ تماما. إذا كان العالم بيتعامل مع أزمة غزة أنها أزمة إنسانية، هو عالم لا يستوعب عمق هذه الأزمة. هذه ليست أزمة إنسانية، هذه أزمة سياسية، قضية أساسية اسمها القضية الفلسطينية. يجب أن ينتقل هذا المجتمع الدولي الذي يعني يثور في قضايا أخرى، يجب أن ينطلق من نظرته لما يحدث الآن من الناحية الإنسانية إلى الناحية السياسية. لا حل ولا استقرار ولا أمن في المنطقة ولا يعني تأمين المصالح الغربية والأمريكية إلا بحل القضية الفلسطينية. وبالتالي ما أراه أن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا للقضية الفلسطينية. إذا كانت المسألة مساعدات، إحنا نقدر 80% من المساعدات اللي داخلة مصرية أو عربية، وبالتالي لا نحتاج إلى أن ينظر العالم إلى هذه القضية ولا السكان الفلسطينيين الصامدين على أرضهم من الناحية الإنسانية. الناحية الإنسانية أمر إيجابي أو أمر مهم، ولكن الأهم هو الجزء السياسي. عليهم أن ينظروا إلى كيف يمكن أن يعني يحصل الفلسطينيون على حقوقهم وعلى دولتهم التي يستحقونها، وينتهي هذا الاحتلال الظالم من 67 وحتى الآن. وبالتالي رأيي المنظومة الدولية فشلت فشلا ذريعا، سواء دول أوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأمم المتحدة. يعني مع كل الاحترام للجهد الدولي، مع كل الاحترام لمجلس الأمن وكل الشغل اللي يقوموا به، لكن في النهاية لما أجي أحسب الحزبة الأخيرة، النتيجة الأخير، هل نجح هنا السؤال اللي أنا بطرحه لنفسي دائما، هل نجح المجتمع الدولي طوال 7 أشهر في أن يوقف الحرب؟ إطلاقا. هدنة 5 أيام 7 أيام، جهد قاتل، جهد شرس، جهد مهم بتقوم به مصر وتقوم به قطر بمساعدة أمريكية، لكن الجهد الدولي للأسف الشديد لا أستطيع أن أوصفه إلا أنه جهد، يعني أنا أسف التعبير، جهد ذو قيمة ضعيفة للغاية. كيف تقيم الموقف العربي أيضا من أحداث المنطقة، وكيف تنجح التحركات العربية في الضغط على إسرائيل من أجل إحلال السلام بالشرق الأوسط؟ يعني طبعا يعني أنا لا أريد أن أحمل الدول العربية أو أحمل مصر فوق طاقتها، يعني ده أمر برضو يعني حتى يكون تقييمنا للأمور موضوعي. إذا كانت النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم وهي الدولة الوحيدة المؤهلة للضغط على إسرائيل لا تفعل شيء، فأنا هاجي النهاردة أقول كيف يمكن أن تقوم الدول العربية بالضغط على إسرائيل. للأسف الشديد إحنا بنستخدم كل التولز، كل أدوات اللي عندنا بنستخدمها فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، بالضغط عليهم، بمحاولة تحفيزهم على أن هم ياخدوا إجراءات إيجابية أو إجراءات أقل حدة تجاه الفلسطينيين، ولكن للأسف الشديد الناتج ليس بالقدر المناسب. بنشتغل صحيح في جزء مساعدات، في جزء خاص بمحاولة التأكيد على الحل السياسي، ولكن الدول العربية بتفعل ما عليها في حدود الإمكانيات وفي حدود الوضع القائم. رغم الدعم الأمريكي السياسي والعسكري لإسرائيل، لكن هناك خلافات بين بايدن ونتنياهو حول ملف حل الدولتين. ما تأثير هذا الخلاف على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب؟ يعني سؤال مهم جدا وسؤال في قمة الذكاء. يعني أرجو ألا نراهن كثيرا على الخلافات الإسرائيلية الأمريكية. صحيح في خلافات في الشكل، في خلافات في بعض المبادئ اللي احنا بنشوفها زي حل الدولتين، لكن هذه الخلافات لا ترقى ولم ترقى وفي رأيي لن ترقى إلى مرحلة أن تقوم إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل ضغطا قويا، سواء في غزة أو في غيرها من الموضوعات، وخاصة حل الدولتين. العلاقات الإسرائيلية مع الإدارات الجمهورية أقوى، عشان كده احنا شفنا في الإدارة السابقة أن الرئيس الأمريكي ترامب بيطرح صفقة القرن، وصفقة القرن احنا كعرب مصريين احنا شفنا وفلسطينيين في الاساس شفنا ان هذه الصفقه صفقه ظالمه، لانها بتعطي اسرائيل الضفه الغربيه ولا تحقق لاي شيء للدوله الفلسطينيه. فده العلاقه بين اسرائيل والاداره الديمقراطيه الجمهوريه دائما علاقات متميزه. مع الادارات الديمقراطيه العلاقات الى حد ما بتبقى فيها نوع من يعني الاختلافات في وجهات النظر، ولكن تظل العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة علاقات قوية ثابتة
لا تتأثر كثيرا. واحنا شفنا يعني خلينا نقول ايه، طب احنا عندي نموذج حالي، حضرتك بتسألني السؤال، احنا قدامنا نموذج، نموذج اسمه نموذج غزة، حرب إبادة، سكان يدفنوا تحت الأرض، تدمير كامل لمساحات كبيرة من الأرض. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ضغطت على إسرائيل في ماذا؟ لا شيء. كل ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية بجهد مصري وقطري، ان احنا بنحاول يا جماعة، ومع الإسرائيليين طبعا، ان احنا بنحاول نصل الى مرحلة هدنة إنسانية فقط لا غير. لكن هل استطاعت الولايات المتحدة ان تضغط على إسرائيل لوقف الحرب؟ اعتقد الامر ده مش في الأفق، وانا اعتقد انه مش مطروح. وبالتالي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نستطيع ان نقيمها ارتباطا بما يحدث اليوم في قطاع غزة. التأثير شكلي، التأثير محدود، بعض الأصوات تطالب وقف مساعدات، أصوات ضعيفة، ناس بتتكلم على وقف مساعدات مادية أو عسكرية، لكن في النهاية هناك تحالف استراتيجي إسرائيلي أمريكي لن يتأثر بهذه الحرب. وإحنا شفنا أيضا الأمر فيما يتعلق بإيران، يعني في الوقت اللي بتحصل فيه هذه الأحداث، الضربات الإيرانية لإسرائيل جعلت الولايات المتحدة تتحرك عسكريا وتتحرك سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، الذي في عقيدة الولايات المتحدة أنه يجب ألا يتأثر في أي وقت من الأوقات. سيادة اللواء، ما هي فرص تنفيذ مشروع حل الدولتين، ومن يقف وراء عدم تنفيذه؟ مشروع حل الدولتين عمليا طرح في 2003 فيما يسمى رود ماب، خريطة الطريق اللي طرحها الرئيس بوش الابن، لكن احنا بنتكلم النهارده في 21 سنة هذا المبدأ لم يجد طريقه الى التنفيذ تماما. هو مبدأ عاطفي، مبدأ براجماتي، مبدأ شكلي، مبدأ جيد، ولكن كل هذه المبادئ ان لم تتحول الى واقع الارض تصبح عديمة القيمة. صحيح الإدارة الديمقراطية متبنيها، لكن احنا النهارده بنتكلم في السنة الأخيرة للإدارة الديمقراطية، الأربع سنوات الماضية في الإدارة الديمقراطية، ماذا فعل الرئيس بايدن؟ مع كل التقدير لأي جهود أمريكية، ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية حتى تضع حل الدولتين موضع التنفيذ؟ لا شيء. لم تتخذ أي خطوة أكثر من أن لما بيجي الرئيس وزير الخارجية الأمريكي، مع كل التقدير لجهودهم، حل الدولتين هو الحل الوحيد، لكن إن لم يتحول الأمر إلى واقع الأرض آليات تنفيذ، أعتقد أن حل الدولتين بيبتعد. ليه كمان بيبتعد؟ لأن التغييرات اللي بتقوم بها إسرائيل على الأرض أسرع من الكلام عن حل الدولتين. في استيطان، قطار الاستيطان يسير في الضفة الغربية للقدس بشكل غير مسبوق، يعني الشهور الأخيرة، لأن هعدي حضرتك مثال صغير، من يوم 7/10 حتى النهاردة الاستيطان يمكن زاد ضعف أو ضعفين المشروعات، من 7/10 لحد النهاردة العام الماضي حتى اليوم، اعتقالات تمت للضفة الغربية فلسطين أكثر من 7000 فلسطيني، أكثر مما تعتقلهم إسرائيل حاليا في السجون الإسرائيلية. وبالتالي حل الدولتين فرصه تصعب ما دمنا لم نضع آليات للحل، بلس زائد أن حل الدولتين جزء كبير جدا من يعني برضو مش عايز أحمل الأمريكان كل شيء، لكن أين الموقف الإسرائيلي؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلنها صراحة، لا لدولة فلسطينية، لن أقبل حل الدولتين. وبالتالي هذا هو الموقف الإسرائيلي، لا ضغوط تمارس عليه من أي طرف، وبالتالي سيستمر هذا الموقف الإسرائيلي، وحل الدولتين في رأيي يبتعد كثيرا، ولا يوجد أمل في حل الدولتين إلا في حالتين. الحالة الأولى، إدارة أمريكية قوية تعلم أن علاقتها العربية وأن مصالحها في المنطقة يمكن أن تتأثر، واحد. اثنين، تأتي حكومة إسرائيلية تعلم ما هو مفهوم السلام، وأن التطبيع الإسرائيلي العربي مهما زادت دوله، تطبيع مع مصر، مع الأردن، مع المغرب، مع الإمارات، مع البحرين، حتى مع السعودية، اللي أنا بقدر موقف السعودي برضو، دعيني هنا أستاذ أمل أقول أنا بأشيد بالموقف السعودي، موقف السعودي كان واضحا وضوح الشمس عندما قال لا تطبيع مع إسرائيل إلا لما نشوف أو نتحدث أو يبقى فيه إقامة الدولة الفلسطينية. كل قطار التطبيع الإسرائيلي حتى لو زادت عدد الدول، لن يكتب لهذا القطار أو هذا التطبيع النجاح، ولن يكتب الاستقرار والأمن الإسرائيلي إلا في حالة واحدة، أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. هل أثبتت الحرب على غزة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الوسيط المناسب لحل القضية الفلسطينية؟ يعني برضو سؤال أشكر حضرتك عليه. الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت الراعي الرسمي لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وأنا كنت دائما بقول على الأمريكان في هذا التوقيت أن هم الفول بارتنر، شريك كامل. يعني ما كانش الرئيس كارتر مجرد ان هو يعني راعي من بعيد، ولكن انخرطوا في المعاهده وانخرطوا في المفاوضات وطرحوا حلول وسط لامور كثير. ايضا ساهموا في موضوع المعاهده مع الاردن، وايضا ساهموا في موضوع اتفاقات اوسلو حتى وان تمت بعيدا عنهم في البدايه. ولكن الولايات المتحده وسيط قوي، لكن محتاج نفعل ادواته. يعني لا يكتفي ان يكون هذا الوسيط مجرد ميديتور وسيط من الأطراف، ولكن محتاجين أن تكون هناك أدوات قوية تمتلكها الولايات المتحدة للتأثير على إسرائيل. النهاردة إيران بتضرب إسرائيل أو في ضربات متبادلة، بنجد أن الأمر مختلف تماما. إجراءات ضد إيران، عقوبات، تأثير عليهم، دعم قوي لإسرائيل. إحنا محتاجين أيضا زي ما بنعمل مع إيران، إحنا نحاول بقدر الإمكان أن نمارس بعض الضغوط على إسرائيل. وهل هناك إمكانية للتعويل على المواقف الأوروبية وكذلك المنظمات الدولية التي تكتفي بالشجب والمناشدات؟ أنا في الحقيقة يعني اسمحي لي أقول رأيي بصراحة، ولو في حد أوروبي بيسمعني ممكن يزعل مني، للأسف الشديد لا أستطيع أن أعول على المواقف الأوروبية. المواقف الأوروبية شجب وإدانات ومساعدات، وهناك بعض الأصوات أو بعض القرارات الخاصة بوقف السلاح لإسرائيل، ولكن كل هذه الأمور لا أستطيع إلا أن أضعها في أضيق النطاق وأضيق إطار للتأثير على إسرائيل. وبالتالي مهم الدور الأوروبي، ماشي، مهم الدور مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن هو ثانوي وليس رئيسي. وكيف ترى مستقبل نتنياهو السياسي مع استمرار الحرب على غزة؟ هل تعتقد أنه سيتم حجب الثقة عنه في مستقبل تل أبيب؟ يجب ألا نراهن على سقوط نتنياهو. نتنياهو ثعلب، أكثر رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل تولى رئاسة الوزارة، عنده أدوات كثيرة، قوي المناورة، عنده حكومة قوية. احنا النهارده بنتكلم في أكثر من 64 مقعد، 64 يستطيع حجب الثقة عن أي قرار لحجب الثقة في الكنيست. قادر يعمل توازن بين جانتس وبين سموتريتش والمتطرفين في الحكومة. حتى الآن قادر يدير العملية داخل إسرائيل بشكل يحميه من أي مساءلة أو يحميه من السقوط. وبالتالي في رأيي لا، إحنا لسه أمام فترة أخرى لنتنياهو، والفترة قد لا تكون قصيرة. يعني مسألة حجب الثقة ونتنياهو انتهى ويحاكم وفي السجن بعد الحرب، أنا شايف إن إحنا مش عايزين نقف عند يعني يبقى ده الرهان عليه. لا، إحنا نتنياهو عنده من أدوات اللي يستطيع بها أن يخرج من هذه الأزمة. وهدي حضرتك مثال صغير، آخر استطلاع رأي قريته الصبح النهاردة، شعبيته بتزيد، شعبية الليكود اللي هو زعيمه كان من أيام قليلة 16، آخر استطلاع عليه الصبح النهاردة 22 مقعد. يعني احنا بنتكلم في صعود. عندما يكون هناك استطلاع خاص به من هو رئيس الوزراء المفضل، كان جانتس بدأ النهاردة تقل شعبيته وبدأ نتنياهو يطلع. وبالتالي الرهان على أن نتنياهو أيامه قريبة مش رهان جيد. زائد أنه مسألة الحرب الإسرائيلية الإيرانية أو تصعيد التوتر والعلاقات مع إيران يعطي نتنياهو قوة داخل المجتمع الإسرائيلي، اللي أصبح التوجه، ودي نقطة برضو خطيرة وتحتاج مننا إحنا شغل، أن المجتمع الإسرائيلي إن إحنا النهاردة سايبينه، لا، مجتمع محتاجين نخطبه. المجتمع الإسرائيلي النهاردة بيميل إلى التطرف وبيميل إلى التشدد وبيميل إلى اليمين. فين حزب العمل؟ فين الأحزاب اليسارية؟ كل الأحزاب اليسارية بتتساقط وتضعف قوتها نتيجة عدم ما فيش مخاطبة. وإحنا يمكن لو حضرتك بنتكلم على
مبادرة الرئيس السادات في القدس وزيارته، خاطب من الكنيسة المجتمع الإسرائيلي، وكان هذا الخطاب أثر تأثيرا إيجابيا على قبول الإسرائيليين الانسحاب من سيناء والضغط على الحكومة الإسرائيلية. بيلعب نتنياهو ببعض الأدوات بيقدر يفجرها في الوقت المناسب بالنسبة له عشان يستمر لأطول وقت ممكن. وما تأثير الخلافات والانقسامات في الداخل الإسرائيلي على مستقبل تل أبيب؟ أنا أعتقد شوفي يعني مفيش تاريخيا مفيش حكومة إسرائيلية جت من حزب واحد، كلها حكومات ائتلافية. لكن الأمور السلبية نستطيع أن نقول ما يلي بالنسبة لها: المعتدلون الإسرائيليين مش موجودين، اليسار الإسرائيلي بيضعف، اليمين بيقوى. احنا النهاردة عندنا حكومة إسرائيلية فيها اتنين سموتريتش وبن غفير بيسكنوا في المستوطنات في الضفة الغربية. إذن التوجه النهاردة الموجود هو توجه يميل إلى اليمين، وحكومة قوية مش حكومة ضعيفة. احنا بنتكلمش في حكومة 60-61، احنا بنتكلم في حكومة يمكن بوضعها الحالي أن تستمر للانتخابات القادمة. وبالتالي لا، احنا أعتقد إن هتستمر الفترة. الأمر برضو التاني المهم نشير إليه في هذا الإطار، إن رغم المظاهرات اللي تمت ضد نتنياهو في موضوع القضاء والإصلاحات القضائية اللي كانت كل يوم عندنا آلاف مظاهرات في تل أبيب انتهت، نمرة اتنين المظاهرات اللي بتتم كل يوم بالنسبة لأهالي الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى الفصائل المقاومة في غزة بتقل، أو بمعنى آخر غير مؤثرة. نمرة ثلاثة، وده الأهم، ده الأهم جدا، أن هناك توافق من المجتمع الإسرائيلي على الحرب الإسرائيلية على غزة. يعني ما فيش أصوات تطالب نتنياهو من داخل المجتمع الإسرائيلي بأن يتوقف عن هذه الحرب لأنها حرب تدميرية إطلاقا. وبالتالي نتنياهو بيتحرك في ظروف هو بيحاول يعني يصورها أنها ظروف قاسية وصعبة، لكن هو نتنياهو على الأرض لا زال يتمتع بأدوات القوة. برأيك ما تداعيات إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وكيف ستؤثر على الإقليم والعالم، وكيف سيكون الموقف المصري والعربي حال حدوث ذلك من وجهة نظرك؟ عندما أعلن نتنياهو منذ أكثر من شهر أن المرحلة الأخيرة من العملية التي يقوم بها في قطاع غزة هي رفح، تحركت مصر بقوة وكثافة، تحركت مع جميع الأطراف بلا استثناء، تحركنا مع إسرائيل وتحركنا مع الولايات المتحدة مع الدول العربية مع الدول الأوروبية. لكن خلينا أقول هنا أهم رسالة، يمكن هي مش عايز أقول لها معلومة ما عنديش، لكن أقول أن مصر كانت رسالتها لإسرائيل واضحة للغاية، أن عملية في رفح تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة أو نزوح سكان غزة الموجودين في رفح 1.3 مليون، أي 1,300,000 في 65 كيلومتر مربع، ونزوحهم إلى سيناء، هي بالنسبة لمصر خط أحمر. وإسرائيل تعلم ماذا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يقول خط أحمر. إحنا أعلناها مع ليبيا لما سيادة الرئيس من المنطقة الغربية قال خط سيرة الجفرة، الغفرة خط أحمر. الأطراف استوعبت تماما وحصل نوع من التهدئة في هذا الوقت. هو الأمر ده بيكرر مرة تانية، وبالتالي كان موقفنا صريح وواضح، نحن ضد هذه العملية بما أنها تحقق أو تؤدي إلى هذه السلبيات، على أنها واضحة بنشتغل عليها، بنحاول بقدر الإمكان. هذه العملية ما بتتمش بالشكل اللي هم اللي بيعلنوه، بنتحرك مع جميع الأطراف. يمكن لحد امبارح أو أول امبارح برضو في حركة مصرية دائبة حتى لا تتم هذه العملية. قراءتي للعملية، إسرائيل هتعمل يعني كل المخطط الإسرائيلي يسير في اتجاه هذه العملية وتنفيذها، لكن احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نمنحها تماما، او على الأقل اذا تمت تتم بأقل قدر من الخسائر. رسالتنا لإسرائيل واضحة، رسالتنا إلى واشنطن واضحة، أرجو ألا تدفعوا مصر إلى اتخاذ إجراءات لا نرغب في اتخاذها، من ضمنها عدم التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. معاهدة قوية 45 سنة بنحافظ عليها، بننفذ التزاماتها،
بنطلب الطرف الآخر تنفيذ التزامات، لكن الطرف الآخر إن لم ينفذ التزاماتها لا يدفعني إلى أن أكون حلاً من تنفيذ التزاماتي. وبالتالي مع المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة منلي بشكل رئيسي بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل عملية تهجيم لموضوع رفح اللي لو تم بالشكل الذي يعني يدور في أذهان مجلس الحلب الإسرائيلي هيبقى موضوع كارثي ليس فقط على غزة ولكن على المنطقة بأكملها. إذا تمت لقدر الله كيف ستؤثر على العالم والإقليم؟ مؤكد أن العملية دي إذا تمت تداعياتها كثيرة للغاية. يعني خلينا نقول إيه، لو عندي 1,000,000 في رفح الفلسطيني وحصلت هذه العملية، فوارد وارد حتى الآن يحصل اجتياح للحدود المصرية، وإحنا ومصر يعني في ضمن بدائلها وخياراتها وسيناريوهاتها أن هذا الأمر لم نسقطه من حساباتنا على الإطلاق. 1,000,000 دول هيروحوا فين؟ وبالتالي أمر كارثي. نمرة 2، قد يؤدي أيضا إلى انفجار الوضع الإقليمي، قد يؤدي إلى ضربات إيرانية أكثر قوة ضد إسرائيل، قد يؤدي إلى دول عربية تقوم بإجراءات اللي في تطبيع معاه إجراءات ضد إسرائيل، قد يؤدي أيضا إلى تأثير على معاهدة السلام. وبالتالي عملية رفح بالشكل المقروء حاليا هي عملية كارثية إذا تمت بالشكل الذي تراه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة حاليا. والنهاردة تقريبا يعني قريت بعض الأخبار كده أن هناك حوار، والحوار ده أعتقد مستمر من فترة، يعني هو مش النهاردة بس، النهاردة يعني شيء جديد، الحوار مستمر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وزيارات متبادلة على مستوى وزراء الدفاع حتى تكون عملية رفح ليست بالشكل الذي تراه إسرائيل. منذ اليوم الأول للعدوان وتتحرك مصر على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة عبر مسارات عدة، لو تحدثنا عن تلك المسارات وعن أهدافها السامية. بعد أحداث غزة أقدر أقول إيه؟ مصر اتحركت على ثلاث محاور. المحور الأول أنا بسميه المحور العاجل اللي هو خاص باحتواء الأحداث. اتصالات تمت بين سيادة الرئيس وزي ما قلت بين أكثر من 20 قيادة إقليمية ودولية محاولة نعمل عملية احتواء لهذا الأمر. وده المرحلة دي يعني أقدر أقول خدت أول 3 أو 4 أيام أو 5 أيام من الحرب. المرحلة الثانية وبرضو مرحلة مهمة وهي مرحلة تثبيت المواقف المصرية. يعني الحرب اندلعت يبقى مصر جزء من التأثيرات اللي هتعود علينا. قلنا مرحلة تثبيت المواقف، رفض نزوح السكان الفلسطيني إلى سيناء، رفض سياسة العقاب الجماعي، رفض سياسة التدمير والقتل، ضرورة دخول المساعدات الإنسانية، وفي كل الأمر ده حطينا موضوع معبر رفح. معبر رفح معبر مفتوح 24 ساعة، ويجب أن يعلم الناس أن مصر المعبر نحن لسنا طرف في أي اتفاق خاص بالمعبر. يعني اتفاقات المعابر تمت بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية 2005، احنا كنا خارج هذا الأمر لأن الأمر ده على الناحية التانية. وبالتالي معبر رفح المصري مفتوح فتحا تاما، وتأخر نظرا أو المساعدات تأخرت نظرا لقيام إسرائيل بقصف المعبر الفلسطيني أكثر من حوالي 3 أو 4 مرات. فتحنا معبر رفح، معبر رفح مفتوح حتى الآن، بتخش منه المساعدات بقدر المستطاع، بندخل أكبر قدر من المساعدات من معبر رفح. أيضا في هذه المرحلة حاولنا نضيء نقطة أو شمعة في النفق المظلم، وهي 21 أكتوبر مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. في وسط الحرب والتدمير سيادة الرئيس دعا المؤتمر الدولي، جاء إلى هذا المؤتمر في العاصمة الإدارية 34 زعيم دولة من مختلف أنحاء العالم، عربية وإقليمية وأوروبية ودولية وأمريكية، جاءوا إلى مصر وحاولنا بقدر الإمكان تبقى دي رسالتنا إن هذه القضية لن تحل بالناحية العسكرية مهما قامت إسرائيل بعمليات ضرب وقتل في غزة في الضفة الغربية في القدس، لا حل لهذه القضية إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. دي مرحلة. المرحلة الثالثة في التحرك المصري رد على سؤال حضرتك هو مرحلة طرح الحلول. يعني إحنا مصر، وأكيد أنا يعني كل التقدير لكل الأطراف العربية
والأطراف الدولية. محدش مفيش طرف قصر، لكن الطرف الرئيسي اللي اتحرك بضوء خبرته، بضوء قضية أمن قومي، في ضوء المفاوضات اللي خدناها قبل كده، في ضوء هذه القضية جزء من 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 من, من سياسة مصر الخارجية. مصر أول دولة في العالم طرحت في ديسمبر 2023 فكرة أو مبادرة حل القضية، حل الأزمة، أزمة غزة بشكل متكامل، يبدأ بهدنة، تبادل مراحل فرعية، هدنة إنسانية واحد، اثنين إدخال مساعدات، ثلاثة تبادل أسرى، أربعة وقف إطلاق نار دائم. دي أربع المراحل الفرعية تؤدي في النهاية للمرحلة الأهم والشديدة الأهمية بعد أن تهدى الأمور، لا نريد أن نعود إلى حرب مرة أخرى. وبالتالي المرحلة الأهم اللي احنا بنشتغل عليها والرئيس دعا عليها أكثر من مرة، عملية بدء عملية سلام. عندنا قضايا وضع دائم، عندنا 8 قضايا، أدس مستوطنات لاجئين، حدود أسرة، كل ده أمية، كل ده موجود على الترابيزة. أطراف تقعد مع بعض، نبدأ عملية سلام، من خلال المفاوضات نستطيع أن نصل إلى حلول وسط. حلول وسط دولة فلسطينية مستقلة وتأمين إسرائيل في نفس الوقت. يعني إيه حل الدولتين؟ دولة فلسطينية مستقلة تعيش في أمن وسلام واستقرار بجوار دولة إسرائيل. يمكن أنا يعني مع أصدقاء الفلسطينيين كنت دائما بتكلم، ودائما بقول حتى الإسرائيليين حتى في كتاباتي بقول لهم إيه، اطرحوا لنا رؤيتكم الأمنية، أنتوا عايزين إيه في النهاية؟ يعني حتى اليوم لم تطرح إسرائيل رؤيتها بالنسبة لحل القضية الفلسطينية. ده جزء من أمنك القومي، قول لي الحل القضية الفلسطينية بهذا الشكل، هي دي المبادئ الأمنية اللي عايزها السياسة، وهاتوا هذا الأمر ونقعد على الترابيزة. يجب أن نصل إلى حل وسط. إحنا عندنا نموذج ناجح، نجح للغاية، يمكن ست الرئيس أشار إليه مرة، نموذج المعاهدة المصرية الإسرائيلية. إحنا أكتر صراع مع بين إسرائيل وبين مصر، عندنا شهداء وعندهم قتلى بالألاف، لكن لما جلسنا على المائدة حلينا هذه الصراع اللي بيننا وبينه. ده الأمر اللي حصل في طابة. يجب أن نأخذ هذه النماذج ونحاول نطبقها قدر المستطاع على الأرض فيما يتعلق بفلسطين وإسرائيل. المبادئ المصرية تجاه الفلسطينيين لم ولن تتغير، وأبرزها الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية. كيف نجحت مصر في إفشال مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم؟ إسرائيل بتحاول من احتلالها أو إقامة دولتها من 1948 حتى الآن أنها تقوم بعملية تهجير للفلسطينيين. احنا بنتكلم النهاردة في حوالي 70 سنة لم تنجح، وإذا استمر الأمر 70 سنة كمان لم تنجح. الفلسطينيون متمسكين بالأرض، يعني ده أمر واضح جدا جدا، موجودين في الضفة الغربية أكتر، احنا بنتكلم في حوالي 4 مليون، عندنا في غزة حوالي 2.5 مليون، والأمر بيتزايد. عندنا داخل إسرائيل، في عرب إسرائيل داخلين على حوالي 2 مليون، وبالتالي الكتلة العربية الديموغرافية قوية. ممكن ده أحد الأمور اللي بتخلي إسرائيل فيها نوع من الهواجس أو القلق، إن على اللونجر على المستوى البعيد التكاثر السكاني الفلسطيني سريع للغاية، وبالتالي يتفوق على يعمل نوع من الخلل في التوازن الديموغرافي بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. إحنا بنشتغل على هذا الموضوع، إسرائيل فشلت فيه وستفشل فيه، الفلسطينيين متمسكين بأرضهم لحد النهاردة. وحضرتك يمكن تلاحظي، وحضرتك إعلامية كبيرة، تلاحظي إن الجد الأكبر الفلسطيني دائما محتفظ بالمفتاح، مفتاح العودة، إن في النهاية ده المفتاح بيتنا اللي موجود في إسرائيل، في منطقة صفد اللي بقت كذا، في منطقة كذا اللي بقت أشكلون. هذا الأمر هو صحيح رمزي، ما أعتقدش يتحقق في المستوى القريب، لكن على الأقل من ناحية الرمزية التمسك بالأرض دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مصر بتتحرك في الأمر تماما، نتحرك على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، بنثبت أن لا استقرار في المنطقة ده مبدأ لن نحيد عنه، لا استقرار في المنطقة، لا أمن في المنطقة، لا أمن الإسرائيل إلا بالدولة الفلسطينية. إذا الأمر ده الإسرائيليين بياخدوه كنوع من الكلام المرسل، قيادة إسرائيلية مخطئة خطأ تام. وأدي نموذج اللي بيحصل في غزة، نموذج في غزة يؤدي إلى عدم استقرار إسرائيل نفسها، لأن إسرائيل تعرضت لخسائر بشرية وخسائر مادية وخسائر اقتصادية وخسائر سياسية وخسائر حتى على المستوى الأوروبي، حتى اللي احنا بنتكلم نوع من العلاقات متوترة. بالتالي إسرائيل ما بتكسبش من هذه الأمور. احنا محتاجين
قيادة إسرائيلية مش عايز أقول حكيمة وعاقلة، الكلام الكبير ده محتاجين قيادة إسرائيلية تفكر في مصلحة إسرائيل، ما تفكرش في مصلحة العرب، تفكر في مصلحة وإذا فكرت في مصلحة إسرائيل هتصل إلى نتيجة واحدة، مصلحة إسرائيل أن تكون بجوارها الدولة الفلسطينية. برأيك ما الأسباب وراء عدم توصل الأطراف إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن؟ إسرائيل يعني تقف عثرة أمام الوصول لهذا الاتفاق. إسرائيل بتحاول بقدر الإمكان، بتفرض طبعا كل شروطها على المائدة، وبتحاول كل المقترحات المقدمة سواء من أطراف المنخرطة في المفاوضات أو من حماس، لأنها بتحاول بقدر الإمكان أنها يعني تفشل هذه المقترحات. نتنياهو بيحاول يخرج من هذه الحرب أو يصور نفسه على أنه ليس قائداً ضعيفاً، أن المشكلة اللي حصلت والاقتحام اللي حصل ودخول الفلسطينيين إلى منطقة غلاف غزة هو بيحاول يعوضها بقدر الإمكان بأكبر قدر من القتل والتدمير في قطاع غزة، وبالتالي الأمر هياخد لسه وقت مش قصير يعني حتى ينتهي هذا الأمر. هل تختلف الحرب الحالية على قطاع غزة عن الحروب السابقة التي شهدها القطاع على مر تاريخه، وما هي أوجه الاختلاف؟ طبعا مختلفة اختلافا يعني كليا عن الحروب السابقة. الحروب السابقة اللي هي بدأت 2008 و9 حتى مايو 2023، 6 حروب كانت حروب يعني لم نرى فيها ما رأيناه في الحرب الأخيرة. الحرب الأخيرة مختلفة في إيه؟ كان في عبور من الفلسطينيين أو من المقاومة الفلسطينية إلى داخل غلاف غزة، كان في نوع من القتل أو يعني تم مع بعض الإسرائيليين، كان في نوع من كان في ساعة صفر محددة، كان في نوع من ضرب نظرية الأمن الإسرائيلي، وبالتالي دي كانت مختلفة قبل كده. الحروب الستة السابقة تمت بين قطاع غزة وبين إسرائيل ضرب صواريخ وهونات ليس أكثر من ذلك، لكن المرة دي لا، كان فيه عبور، كان فيه اقتحام، ثم أيضا الأمر الأدهى أو الأصعب أو حصول على أسر. هم رجعوا بحوالي 200-300 أسير من الإسرائيليين اللي موجودين سواء من قاعدة زكيم العسكرية أو من المستوطنات اللي موجودة في غلاف غزة، وبالتالي كان هناك ده اختلاف، ده من ناحية حماس. إذن حماس حاولت في هذه الحرب انها تحط مبادئ جديده او تضع مبادئ جديده. انا مش عايز اتكلم على تاثير هذه الحرب على عمليه السلام، لانها هتاثر تاثير سلبي في المدى البعيد في نظريات كثيره، لكن انا شايف ان يعني الامر بيصعب مش بيسهل. من ناحيه اسرائيل، اول مره اسرائيل تعمل حاله طوارئ، اول مره تعلن تشكل مجلس حرب بهذا الشكل، اول مره تحدد اهدافها واضحه، اول مره من الحروب السابقه تجاء حماس، القضاء على حماس عسكريا، القضاء على سيطرة حماس على قطاع غزة، عدم تكرار ما حدث من 17. إذن هناك اختلاف كبير بين الحروب السابقة وهذه الحرب، وده اللي بيعكس نفسه في الموقف اللي احنا فيه. احنا في حروب خلصناها مصر، وهنا برضو في نقطة أولى، 6 حروب السابقة قبل هذه الحرب الطرف الرئيسي، مش عايز اقول الوحيد، لان اطراف اخرى تشغل معانا مع كل التقدير ليها، وبالذات الموقف القطري اللي اشتغل معانا في اكثر من مره في الحروب السابقه، وصلنا الى تهدئه بشكل سريع. يعني في حروب خدت 3 ايام و5 ايام، اكثر حرب اشتغلنا عليها عشان نقف الحرب 50 يوم، لكن احنا بنتكلم النهارده في 7 شهور. وبالتالي هذه الحرب او ما حدث او سؤال حضرتك الاختلاف، لا الاختلاف كبير جدا، وهذا الاختلاف عكس نفسه في طول امد الحرب وفي كم التدمير وفي كم القتل. ثم لا يوجد، انا في رايي لا توجد دوله في العالم حتى الاسرائيليين نفسهم لهم رؤيه متى ستنتهي الحرب وكيف ستنتهي. احنا عندنا مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولى متى وكيف تنتهي الحرب، 7 شهور احنا ممكن نتكلم سنة. الجزء الثاني الأصعب the day after، اليوم التالي بعد الحرب ما تخلص، ايه اللي هيتم في قطاع غزة؟ واحنا هنا برضو خليني يعني لو تستأذنك في سطرين، اسمحيلي في سطرين، لينا رؤية احنا في اليوم التالي.
لا احتلال إسرائيل لقطاع غزة تماما، وأقنعنا الأمريكان بيه، والأمريكان بيضغطوا على الإسرائيليين إن بعد الحرب بتنتهي لا يستمروا في قطاع غزة، بيعملوا بافر زونز، بيعملوا مناطق أمنية على الحدود، لكن مفيش احتلال. نمرة اتنين، عودة السلطة الفلسطينية اللي غايبة عن قطاع غزة بعد أحداث 2007. نمرة تلاتة، إعادة الإعمار. كل دي أمور مهمة جدا. إحنا النهاردة في مصر زي ما قلت لك في البداية، إحنا بنسابق الزمن، لأن إحنا في أزمة صعبة. إحنا مش بنتكلم في أزمة عابرة، لا، أزمة صعبة جدا. مفاوضات الهدنة اللي تمت في باريس أو تمت في القاهرة أو تمت في الدوحة كلها مؤسسة على رؤية مصرية، لا، الناس اللي بتشغلوا فيها بشغل 24 ساعة حتى نصل إلى محاولة الوصول إلى هدنة إنسانية تنهي هذه الحرب الشرسة الظالمة التي إن استمرت على هذا القدر ستكون المنطقة على حافة، زي ما حضرتك قلت في البداية، فهوة بركان، واسمحين أزود عليها، على انفجار غير محسوب ولن تسيطر عليه أي دولة. في نهاية اللقاء أشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على كل هذه المعلومات والتفاصيل والتوضيحات المهمة. عفوا فندم، شكرا، تحت أمر حضرتك دائما. وما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع تداعيات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، ونستكمل حلقتنا مع لقاء آخر. في ظل ما يشهده الإقليم من أزمات ونزاعات وحروب تلحق به من كل حدب وصوب، تظهر مساعي عديدة لإحداث تغيير جذري في الهوية العربية، ثقافة الأمة التي ظلت لقرون تقود العالم تواجه الآن مخاطر وجودية. فهل ذاكرة الأرض ستنسى كيف كانت الهوية والثقافة العربية أحد أهم الأدوات الرئيسية في معارك الوعي العالمية؟ ورغم ذلك لا يزال العالم العربي صامدا في مواجهة كل تلك المخاطر، ورغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، رغم تفاقم الأزمات في المنطقة يوما بعد يوم، ورغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مزاعمه الواهية ومحاولاته اليائسة للتأثير على الهوية العربية بارتكابه المجازر والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمع استمرار عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدمر يمينا ويسارا لأكثر من 6 أشهر متتالية، لم تسلم المعالم الثقافية والتراثية في القطاع من محاولات القضاء على الهوية الفلسطينية والعربية. لتبقى الأسئلة المطروحة على الساحة، أين نقف الآن في مواجهة تلك الحملات الممنهجة؟ هل نحتاج إلى تشكيل وعي مجتمعي جديد لدى الشعوب يحفظ هويتنا، لنفهم ما يدور حولنا من مخاطر ورهانات إقليمية ودولية؟ وللحديث أكثر عما يواجه هوية وثقافة وتراث عالمنا العربي من تحديات في الوقت الراهن، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. أهلا بكم في هذا اللقاء. أنا سعيد بهذا اللقاء. في البداية، تواجه الهوية العربية تحديات جسيمة خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية، ما رؤيتك في مواجهة تلك التحديات والحد من مخاطرها؟ العالم اليوم يشهد الكثير من المتغيرات. هذه المتغيرات بفعل جملة من العوامل، منها العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية وأثرت هذه العوامل الاقتصادية والسياسية على العوامل الاجتماعية. الهوية بشكل عام هي مكان وزمان ووعي ودين وسلوك أفراد في مرحلة معينة على منطقة معينة من هذه الأرض عبر تاريخ معين تشكل منه فوقية. هذه الثقافة الفوقية هي بشكل عام هي هوية هذا المجتمع كمجتمع العربي على هذه الأرض. هذه الهوية تعترضها الكثير من الهزات بفعل العوامل السياسية والاجتماعية التي تعترض العالم وعالمنا اليوم، نتيجة للتغيرات الكبيرة التي يشهدها بعد الحروب العالمية الكبرى وبعد الحروب الباردة والتشكل العالمي الجديد والأزمات الاقتصادية وتأثير والبحث عن مصادر القوة وعن مناطق القوة في العالم ومناطق تركز هذه القوة. شهدت الهوية بشكل عام الكثير من التأثيرات نتيجة لهذه العوامل، العوامل الاجتماعية والعوامل السياسية. وكيف تقيم دور المنظومة العربية في مسار مواجهة المخاطر المتفاقمة في الإقليم والتي تستهدف النيل من الهوية والثقافة العربية؟ ثقافتنا العربية اليوم حقيقة تتعرض الكثير من الأمور،
هذه الأمور بفعل جملة من هذه العوامل التي ذكرت الآن والأزمات. وإحنا كمنظومات تربوية ومنظومات اجتماعية وكمنظمة عربية لتربية والثقافة والعلوم دورنا هو العمل على أن نستشرف المستقبل وأن نحافظ على الهوية العربية في هذه المرحلة والتحديات التي تواجهها. وأول تحدي إنه هو تحدي اللغة العربية والمحافظة على اللغة العربية في وجه الهجمة الأخرى من اللغات الأخرى ومن التقدم التكنولوجي. نعمل كمنظمة عربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال مؤتمراتنا الوزارية المختلفة، مؤتمر وزراء التربية والثقافة والعلوم، مؤتمر وزراء الثقافة، مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي. نعمل من خلال هذه المؤتمرات على المحافظة على مهمتنا الأساسية وهي الهوية العربية بشكل عام، والتنسيق بين المنظومات العربية التعليمية والمنظومات الثقافية من خلال هذه المؤتمرات الوزارية. ومن خلال هذه المؤتمرات الوزارية تعمل المنظمة دائما على تقييم الوضع الراهن في مختلف هذه الاهتمامات، سواء مجال الثقافة والبحث العلمي أو التعليم، ونعمل من خلال رصد واستشراف المستقبل، ثم العمل على وضع استراتيجية. هذه الاستراتيجية تطلقها المنظمة بالشراكة مع شركائها وبالذات مع وزارات المتخصصة في الدول العربية، والعمل على تنفيذها وفق آجال زمنية لتحقيق أهداف معينة وتسريع آلية تحقيق هذه الأهداف. صحيح تواجهنا الكثير من التحديات باعتبار أن المنظمة العربية للتربية وثقافة العلوم حقيقة عندها نقطة قوة كبيرة جدا أن تشتغل فيما هو مشترك في دولنا العربية وهو الهوية الثقافية لهذه الدول من خلال المنظومات المختلفة، لكن أيضا من نقاط ضعف منظومتنا أو منظمتنا هي أن الهجمة الخارجية حقيقة هجمة كبيرة جدا، وتتطلب منا أن نعمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على اللغة. وسنعمل من خلال هذا الجهد الذي تقوم به المنظمة على تنسيق جهودنا العربية من خلال مؤتمراتنا الوزارية المختلفة. هل نحتاج إلى تشكيل وعي مجتمعي جديد لدى شعوبنا يحافظ على الهوية العربية ويفهم ما يدور حولنا من مخاطر ورهانات إقليمية ودولية؟ هي كل منظومة ثقافية تعتبر وعي، وهو متشكل، هذا الوعي يتشكل عبر الزمن وعلى مساحة أو على منطقة جغرافية معينة كما هو الحال لنا كدول عربية، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر إلى البحر العرب إلى هذه المنطقة الجغرافية شمالا وجنوبا وشرقا، من جزر القمر إلى الأردن ومن موريتانيا إلى العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين. تشكلت منظومة عربية، هذه ما كان وجودنا كدول عربية. هذا الوعي الذي تشكل يتأثر زمنيا لأن يتعرض الكثير من المتغيرات. هذه المتغيرات نعمل على الاستجابة دائما، لأن الجمود ليس من الصفات الاجتماعية للشعوب، الشعوب تتغير، لكن نحن كمنظمة نعمل على متابعة المتغيرات الدولية والعمل على الاستجابة لهذه المتغيرات، وفي نفس الوقت رصد التأثيرات السلبية على ثقافتنا وعلى هويتنا العربية. رصد هذه التأثيرات هذا من أدوارنا كمنظمة، والعمل على مواجهة هذه التأثيرات السلبية على هويتنا كهوية عربية. ومع هذا نريد دائما أن نتخلص من كل ما هو غير إيجابي في منظوماتنا، سواء كانت منظومات تربوية أو منظومات ثقافية، لكن ونعمل على التطور لأننا نستشرف المستقبل، لا نود أن نكون دائما في نفس المرحلة عبر التاريخ والعصور، لكن هذا لا يعني أن نمحي في الآخر، لأن محاولتنا أن نحافظ ليست محافظة سلبية وإنما المحافظة إيجابية، أن نحافظ على خصوصيتنا في ظل فهمنا لضرورة التغير عبر الزمن واستشرافنا للمستقبل بإذن الله. للمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي، برأيك دكتور هل نجحت هذه المؤسسات في معركة تنمية الوعي لدى المواطن العربي؟ المنظومات الاجتماعية التعليمية في دولنا العربية وفي العالم في تحدي كبير، باعتبار آليات التكوين والتكوين في العالم كان مصدر الوحيد كان هو المدرسة والمعلم. اليوم مصادر المعرفة أصبحت متعددة، والمصادر المفتوحة أصبحت متعددة، والمكتبات والمعارف أصبحت متاحة على جوجل وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي. إتاحة المعلومة اليوم تحدي كبير أمامنا كدول عربية، إذن الإتاحة أصبحت موجودة. مصادر المعرفة لم تعد فقط المدرسة والأب والأم كمصادر وحيدة للمعرفة وللتشكل الاجتماعي، أصبحت هذه المصادر متعددة. السؤال المطروح اليوم علينا، هل على منظوماتنا التربوية في الدول العربية أن تتغير؟ نعم عليها أن تتغير، لأن الدور يجب أن يتغير، باعتبار أن الدور التلقيني الذي كانت تقوم به المنظومات التعليمية في الدول العربية يجب أن يتغير هذا الدور من دور تلقيني إلى دور آخر. هذا الدور هو دور الاستجابة، لكن وفق ضوابط، وبالتالي
علينا أن ننمي في أبنائنا وفي المستقبل وفي منظوماتنا التربية أن تكون هذه المنظمات قادرة على تشكيل عقل ناقد في الطفل العربي، وعقل قادر على أن يختار الأحسن. آليات الاختيار وآليات هذه آليات الانتقاء هي علينا، هو الدور الجديد لهذه المنظومات، هي أن تنمي قدراتنا على اتخاذ الأحسن والأفضل. لأن اليوم المعلومة أصبحت متاحة، الطفل اليوم باختيار بفتحه لللابتوب أو لجهازه أو لتلفونه أصبح مفتوح على العالم، لكن كيف يختار الأفضل والأحسن؟ آليات الاختيار هنا على المنظومات الاجتماعية وعلى المنظومات التربوية أن تكون قادرة على أن توجد جيلا قادرا على أن يختار الأحسن. آليات الاختيار تتطلب الكثير، لأن دور المدرسة يجب أن يتغير، دور المعلم يجب أن يتغير، دور المنهج يجب أن يتغير، محتوى المنهج يجب أن يتغير، لأن المرحلة واستشراف المستقبل يتطلب منا أن نغير هذه المناهج ونغير آلية التدريس، لأن التعليم لم يعد تعليم استيعاب بقدر ما هو تعليم انتقاء واختيار وغربل. ننتقل إلى الوضع في غزة. يعيش العالم حالة من الصدمة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. ما قراءتك للمشهد الحالي هناك، وما تداعيات استمراره على المنطقة وعلى العالم؟ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأنا كمدير عام لهذه المنظمة، ننظر إلى قطاع غزة وما يحدث في فلسطين وفي الدول العربية من خلال منظارين. منظار الأخوي باعتبار أننا عرب وهذه دول عربية وهذا الجسم الجسد الواحد، وعندما يتألم منه أي عضو يجب أن نشتكي جميعا باعتبار أن واحد من هذه الأعضاء من عضو من جسمنا الواحد اشتكى، هذه من جهة. ومن خلال المسؤولية هو من خلال فهمنا كمنظمة أن العالم ينادي أن المعرفة للجميع، وأن على الطفل العالم أن يكون قادر على أن يدرس في مدرسته بحرية كاملة. وعندما تكون الآلات والدبابات والمدافع اليوم في غزة وفي بعض الدول العربية تدمر المدارس، تستهدف هذه المدارس وتقتل الأطفال، أظن أننا أصبحنا في عالم آخر لا يفرق بين الجندي المدافع عن مكانته وعن أرضه والطفل الذي يود يرفع شعاره في دفتره يريد أن يتلقى معرفة ومعلومة. وعندما تصبح المدارس غير محصنة، عندها نقول كمنظمة عربية تربية وثقافة العلوم أن الأمور أصبحت تقرأ وقراءة عكسية. علينا كدول كعالم ببعدنا الإنساني قبل أن نكون بأبعاد أخرى أن نتفهم أن الطفل أينما كان يجب أن ينال حقه، وحقه الأول هو أن يتعلم، ولكل طفل عربي الحق أن يفرح، وفرح الطفل أن يكون له مستقبل، والمستقبل مرهون بنجاح منظومات التربوية في دول العربية. لكن عندما تقوم الآليات والمدافع والدبابات والطائرات بتدمير هذه المدارس، وقتها على العالم أن يتوقف. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل؟ أين حقوق المرأة؟ أين فرح الجميع؟ أين نداء حقوق الإنسان الذي ينادي به الجميع من أجل أن يقول للعالم نريد أن نكون أحرار، والحرية تكون لن تكون إلا بنجاح المنظومات التربوية في العالم. كان هناك استهداف إسرائيلي ممنهج في غزة للجامعات والمباني التعليمية والثقافية والتراثية وللتراث الفلسطيني بوجه عام. من وجهة نظرك، ما هي أهداف تل أبيب من هذا المشهد التخريبي؟ هل يريد المحتل عودة غزة إلى العصر الحجري ومحو القطاع من المستقبل؟ أظن هذا النوع هو أخطر أنواع الاستهداف. عندما نستهدف الجسور والمباني والعمارات صحيح خسارة كبيرة اقتصادية، لكن عندما نستهدف المدارس والجامعات خسارة أكبر، لأنها خسارة في العقول. وبالتالي لبناء الجسور قد لا نحتاج إلى شركات قليلة لننجز الجسر أو العمارة في عدة أيام، والآن أصبحت العمارات جاهزة قادر أن ننجز العمارات في أشهر أقل، لكن أن نبني عقلا هذا يحتاج لفترة زمنية طويلة. إذن بتدمير الجامعات وتدمير المدارس ندمر جيلا كاملا. والأكثر من هذا أن التأثير هذه الحرب ليس فقط على المدارس، هو أعمق من هذا، هو التأثير في المناهج التربوية الفلسطينية وتدريس مناهج مغايرة للهوية ومؤثرة للهوية والماسحة لهوية الطفل الفلسطيني، حتى لا يكون هذا الطفل قادر على أن يدافع عن أرضه ويسلب كل شيء حتى من فهمه لتاريخه، وأن نشوه التاريخ. وهذا هو أخطر ما يقام به اليوم، هو تحريف المناهج وتشويه التاريخ والعمل على تدمير المدارس والبنية التعليمية والعقول البشرية والعقل الفلسطيني في هذه المرحلة. صحيح كمنظمة عربية تربية وثقافة العلوم نقوم ببعض الجهود غير كافية، لأن ما دمر أكبر، لكن عقل ندق ناقوس الخطر لنقول للعالم أن الجيل يدمر
وتدمير الأشجار أخطر من تدمير الجسور والمباني والعمارات. كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تجعل المنظمات العربية أو تجعل المنظمات العربية وعلى رأسها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دورا مهما في كشف الحقائق والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة. دكتور، لو تحدثنا عن الدور الذي قامت به منظمة الأليكسو في هذا المسار. أنا تحدثت عن ما دمر في البنية التحتية. ما تقوم به الآليات الآليات الإسرائيلية هو تدمير أيضا البنية الثقافية، وهذا التاريخ الزاخر لهذه المنطقة التي مهبط الديانات في العالم ومهبط الرسل والأنبياء في هذه المرحلة. تعمل هذه أيضا القوة على تدمير الثقافة وتشويه التاريخ، وهذا أخطر ما يقام به. المنظمة العربية للتربية وثقافة العلوم مع شركائها تعمل على تنبيه وعلى تقديم تقرير دائم في مؤتمراتها الوزارية حول الوضع التعليمي في فلسطين، في مؤتمر الوزارات التعليمي التعليم والتربية والتعليم العالي، وفي بنودنا الدائمة أيضا على مؤتمر وزراء الثقافة عن فلسطين. هذا من أجل دق ناقوس الخطر في ما يقام به في هذه المنطقة. وتبذل المنظمة هذا بإضافة إلى دعمها الذي تقوم به المنظمة، صحيح قد لا يكون في مستوى الطموحات باعتبار الوسائل المحدودة، لكن على الأقل أن نعترف كمنظمة أن علينا أن نقوم بالجهد المطلوب في هذه المرحلة، سواء في على البعد التاريخي أو البعد الثقافي أو البعد التعليمي والتربوي. وكيف يمكن توثيق الدمار الإسرائيلي الذي لحق بقطاع غزة على كافة المستويات وكشف حقيقات للمجتمعات الغربية في فهم ما يحدث على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ في البعد السياسي هو مسؤولية فلسطينية، وفي البعد الثقافي هو مسؤولية فلسطينية ومسؤولية والتعليمي هو مسؤولية المنظمة والدولة الفلسطينية. أظن أن المنظمة يصلها تقارير دائمة من فلسطين عن ما يقام به وتوثقها، وفي إطار مرصد المنظمة نعمل دائما على تعميم هذه التقارير على دولنا العربية من أجل إحاطتهم علما بما يقام به، سواء على المستوى التعليمي أو مستوى الجامعات أو مستوى البحث العلمي أو مستوى الثقافي والتاريخي في هذه المنطقة. دكتور، الأطفال في قطاع غزة أصبحوا محرومين من التعليم والحق في الحياة، كيف تعمل منظمة الأليكسو على دعمهم والحفاظ على مستقبلهم التعليمي والثقافي؟ الوضع الآن ما زالت الدولة في وضع حرب، لكن عندما تنتهي الحرب ستكون المنظمة من بين الشركاء عليهم أن يقوموا بدور كبير من أجل إعادة البنية التربوية الفلسطينية، وهذه البنية تتطلب دعما ماديا وتتطلب دعما بشريا بتكوين المعلمين ودعما ماديا في الكتاب المدرسي ودعما ثقافيا في تنويع وتطوير آليات الاستيعاب في للطفل الفلسطيني. وستعمل المنظمة مع شركائها على أن تلعب الدور الذي سيناط بها إن شاء الله. هل هناك خطة لدى المنظمة لمنح الأطفال من النازحين ومناطق الصراع بالدول العربية منح دراسية بدول أخرى كنوع من التعويض؟ للدولة الفلسطينية عندها علاقات ثنائية مع كل دول العالم، لكن المنظمة من خلال معهد البحوث والدراسات العربية تعطي لفلسطين منح سنوية في حدود 50 منحة، وهذه أكبر دولة تحصل على منحة على منح مجانية في المنظمة من خلال معهد البحوث والدراسات العربية، وهذا دعم يعتبر دعم كبير جدا تقوم به المنظمة العربية تربية ثقافة العلوم للطلبة الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى الدعم المادي الذي تقوم به المنظمة من خلال مشاريع التي مقدمة لها من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية. وكنا نتوقع هذا العام أن تكون فلسطين. قامت المنظمة في السنوات الماضية بدعم الطفل في جزر القمر بحوالي 1000 جهاز للأطفال في جزر القمر ثم جيبوتي، وكان من المتوقع أن تكون فلسطين هذا العام، لكن للأسف عندما بدأت الحرب توقف هذا المشروع، وعندما تتوقف الحرب ستكون فلسطين أول دولة تدعم في مجال دعم الطفل الفلسطيني من خلال الأجهزة التي توزعها المنظمة مع شركائها على الأطفال في دولنا العربية. القضايا العربية بوجه عام والفلسطينية على وجه الخصوص تفرض نفسها على الثقافة والهوية العربية، كيف تعمل المنظمة من أجل دعم هذه القضية؟ القضايا السياسية هي أصبحت قضايا هي مظلة كافة تحركاتنا، لكن احنا كمنظمة دائما نود أن نكون منظمة تعمل فيما هو محايد الثقافة والتربية والتعليم، لكن مشكل الوعي هو الثقافة والتربية والتعليم، والفاعل في الوعي هو السياسة والحروب،
وبالتالي حتى لو لقينا بأنفسنا عن هذه عن حاولنا أن تكون منظمة محايدة لن نستطيع باعتبار الحروب مؤثرة دائما في الوعي في السياسة في الثقافة في التعليم في دولنا العربية. ومن خلال مؤتمراتنا الوزارية نعمل على دائما إثارة المواضيع التي تعتبرها المنظمة ودولنا العربية أولوية من خلال هذه المؤتمرات الوزارية. هناك اهتمام كبير من قبل منظمة الأليكسو بملف التراث العربي، كيف تساعد المنظمة الدول العربية في تسجيل تراثها الثقافي بقائمة اليونسكو؟ نعمل من خلال برنامجين، برنامج فردي هو برنامج خاص بدولنا الوطنية نسميه البرامج الوطنية، دعم هذه الدول بالخبرات الوطنية، وبرنامج نسميه من خلال الملفات المشتركة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطار خطتها الخمسية لهذه الملفات تعمل دائما على أن تكون ملفات توجد كل سنة ملف أو اثنين ملفات مشتركة. بدأنا في ملف النخلة في الإمارات، ثم ملف في الخط العربي في المملكة العربية السعودية، ثم النقش على العمارة والعمارة الطينية، ثم الآن عندنا ملف قدم من أسبوعين أو ثلاثة هو عن الزفة وعادات الزواج، كانت ترأس هذا الملف جيبوتي مع الصومال وجزر القمر وسبع دول عربية أخرى. إذا احنا كمنظمة عربية تربية ثقافة العلوم دائما نساعد دولنا سواء في الملفات المشتركة التي ترأسها المنظمة وتديرها وتشرف على إيداعها، أو من خلال الدعم الفني لتشجيع دولنا العربية ومدهم بالخبرات اللازمة من أجل تسجيل هذا التراث على قائمة التراث العالم. التطور التكنولوجي الهائل جعل الشباب العربي ينصهر في الثقافات الغربية وخاصة الأمريكية، هل الهوية العربية قادرة على الصمود في وجه هذا التوجه؟ حتى الآن لا نستطيع أن نقيس مدى حجم التأثيرات الخارجية، لكن نعترف أن هذه التأثيرات كبيرة جدا، لكن من أجل المحافظة عليها علينا أن نعرف حجم القوة لنتخذ القرار المناسب. الهجمة كبيرة جدا على اللغة، على الهوية، على دولنا العربية. هذا ونحن نعترف كمنظمة أننا بدأنا خطوات ملموسة لأول مرة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدأنا في نظام مرجعي للغة العربية على غرار التوفل وعلى غرار النظم المرجعية الأخرى في حال اللغة التركية، اللغة الصينية، الإيطالية، كل لغة في العالم عندها نظام مرجعي للغة العربية. بدأنا بمشروع مشترك مع البنك الإسلامي في خطوات هذا المشروع الخطوات الأولى، وإن شاء الله سترى النور قريبا ليكون للغة العربية إطار مرجعي، نعتبر هذه الخطوة الأولى. عندنا الإطار، هذا الإطار المرجعي سيكون أيضا إطارا فاعلا لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، هذا بالإضافة للجهد الذي تقوم به المنظمة من خلال معهد الخرطوم، حيث خرج هذا المعهد حدود 14,000 سفير للغة العربية في الصين واليابان والهند، وهذا مكسب كبير جدا. نقوم بجهد كبير جدا من خلال معهد البحوث والدراسات العربية في تشبيك علاقاتنا مع دولنا العربية ومنح دولنا العربية للمنح في معهد البحوث والدراسات العربية. نعمل أيضا كمنظمة على إيجاد برامج خاصة باللغة العربية. البعد التكنولوجي نحن كمنظمة نعترف أن هذا البعد هو بعد عالمي، لكن علينا كمنظمة وهذا ما بدأنا به فعلا نعمل من خلال شركائنا ومن خلال الباحثين العرب على إيجاد رؤية خاصة عربية تركز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، على آليات الاستفادة من هذا التغير الكبير التكنولوجي، والاستفادة من هذا المتغير لن تكون إلا من خلال تطوير المناهج التعليمية، البحث العلمي، تطوير مؤسساتنا التربوية والتشبيك بين هذه المؤسسة. وهذا ما بدأناه ولله الحمد من خلال اتحاد الجامعات العربية، أطلقنا مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية أول تصنيف عربي للجامعات. أقمنا الأسابيع الماضية أول تشبيك من مجالس التعليم العالي في الدول العربية. خلال الأسابيع القادمة سنعمل على تشبيك أول اجتماع للمجالس البحث العلمي في الدول العربية الباحثين. أقمنا قاعدة بيانات كبيرة جدا خاصة بالعقول العربية المهاجرة. إذن واليوم أمس مع وزارة التعليم العالي المصرية سيكون تعاون كبير ما بين بنك المعرفة المصري والمنظمة العربية التربية وثقافة العلوم والإطلاع على التجربة الرائدة المصرية حقيقة، والعمل على أن نوجد إطارا تنسيقيا بين المنظمة ووزارة التعليم العالي لكي يستفيد الباحث العربي في دولنا العربية من هذه التجربة المصرية الرائدة. كيف يمكن خلق جيل يمكنه حفظ الإرث العربي في ظل التطور التكنولوجي الهائل يوما بعد يوم؟ باختصار هو بالنجاح في المنظومات التربوية. عندما تنجح منظوماتنا التربوية سننتج جيلا محصنا قادرا على المحافظة على هويتنا.
عندما لا قدر الله نفشل في منظومات التربوية سنفشل في إنتاج جيل، وسيكون هذا الجيل قادر أن يكون مخترقا، وبالتالي تصورنا للأجيال القادمة هو بحجم قدرتنا على الإنفاق على منظوماتنا التربوية والعمل على تحقيق أهدافنا وتسريع هذه الأهداف، وهذا لن يكون إلا بإيجاد منظومة تربوية رصينة وببحث علمي عربي مشترك والعمل على ترتيب الأولويات في الدول العربية والرفع مستوى الإنفاق المخصص للبحث العلمي في الدول العربية. للأسف الآن دولنا العربية الآن في صراع كبير مع الدول الأخرى، وفي نفس الوقت نحن من أضعف المناطق في العالم المنفقة على البحث العلمي. علينا كعالم كدول عربية أن نعطي للبحث العلمي المكان الذي يستحق. لن نستطيع أن ننافس الآخر إلا إذا نافسناه في إنفاقنا المتميز على البحث العلمي وعلى المنظومة التربوية. تقدم الآخر هو بتقدمه في المنظومات التربوية. عندما تنجح المدرسة ينجح المعلم، عندها سننتج جيلا محصنا قادرا على أن ينافس. تتعرض الدول العربية لحالة يمكن أن نطلق عليها غزو ثقافي يظهر جليا في مختلف أنماط الحياة اليومية، كيف يمكن مواجهة ذلك للحفاظ على الهوية العربية؟ هو الآن المشكل الكبير أن آليات الدخول البيوت سابقا كان الدخول فقط من الباب، بيوتنا العربية كانت تدخل فقط من الباب، لكن اليوم نتيجة للتقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت البيوت تعددت الأبواب التي يدخل منها الآخر، وأصبح دخول الآخر حتى من النوافذ، وبالتالي علينا أن نحصن أنفسنا. هذا التحصين لن يكون إلا بالتعليم والتربية، وبالذات في هذه المرحلة التي تنازل فيها الأب عن دوره، وتنازلت فيها الأم عن دورها، وتنازل فيها المجتمع عن دوره، ونطالب من المدرس أن يقوم بدور الأم والأب ودور المجتمع. هذا تحدي كبير أثقلنا كاهل المعلم في هذه المرحلة وكاهل المدرسة، ونتطلع إلى أن يكون هذا الجيل القادم جيلا متميزا. التميز لن يكون إلا بالشراكة ما بين الأب والأم والمدرسة والمعلم والسياسة واتخاذ القرار والإنفاق ورؤية الرؤية المصاحبة، وبالذات الرؤية الاستشرافية التي حقيقة ترصد الأهداف الكبيرة. اتساع رقعة التأثر بزيادة الاضطرابات الناجمة عن النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية تسبب في وجود أعداد كبيرة من النازحين، كيف تساهم المنظمة في دعمهم؟ للأسف، وهذه من مرصد المنظمة أظهر في نشراته الأخيرة، ترى تزايد أعداد الأميين في دولنا العربي، وتزايد أعداد المتسربين في دولنا العربي، وتزايد أعداد الأطفال غير المتمدرسين في دولنا العربي، وتزايد أعداد الأطفال غير القادرين على إكمال مراحل المدرسية في دولنا العربي. هذا بفعل ماذا؟ بفعل الهزات والحروب والاضطرابات التي تتعرض لها دولنا العربي. هذا ما يؤسفنا كمنظمة، هذه قرارات سياسية وهذه حروب. نتمنى للعالم السلام ولدول العربية السلام أيضا، ونتمنى لدول العالم الاستقرار ودول العربية الاستقرار، لكن هذه أمور خارجة عن إرادتنا. عندما تهدو الحروب، الثقافة والتعليم أرضهم السلم والسلام، أرض الحروب حقيقة هي المدافع والصواريخ. لو أنفقنا دائما أقولها، لو إحنا كدول عربية لو أنفقنا على التعليم ما ننفقه في الحروب وننفقه في صناعة الأسلحة، حقيقة لخطونا خطوات كبيرة لمنافسة الآخر وتحقيق الأهداف التي نصبو إليه. وماذا عن التعاون مع مصر والدول العربية في استضافة الطلاب من بعض الدول لاستكمال المراحل التعليمية وإعطائهم منح دراسية؟ دور المصري في هذا الجانب لا يحتاج إلى المنظمة، باعتباره كان دورا تاريخيا عبر عصور مضت لمكانة مصر، وبدأ هذا الدور من خلال المؤسسات التعليمية، سواء ببعديها بعد جامعة القاهرة والمؤسسات التعليمية المصرية الأخرى، أو ببعد الأزهر الذي حقيقة كان منارة إسلامية أشعة في كل دول العالم وإفريقيا في دول العالم. المنظمة تحاول أيضا أن تعزز هذا الدور، مكانة مصر في المنظمة هي مكانة كبيرة جدا، من خلال العمل على تسهيل ولوج الطالب العربي إلى الجامعات المصرية. هذا كان موضوع الاجتماع يوم أمس مع وزير التعليم العالي لجمهورية مصر العربية، وبإذن الله ستكون الأشهر القادمة وانطلاقة التجربة الأولى لتعزيز ولوج الطالب العربي إلى الجامعات المصرية، نتيجة المكانة العلمية لهذه الجامعات والمكانة الاجتماعية لهذا الشعب وسهولة الاندماج في هذا الشعب.
لأن مصر حقيقة هي أم الدنيا وتختلف عن كثير من العالم في قدرتها على الاستيعاب، وهذا ما أظهرته الأحداث الكبيرة في بعض الدول المجاورة والمجاورة لمصر، عندما استطاعت مصر أن تستوعب الكثير من أعداد الدول العربية الناسحة لهذه الدولة المضيافة جمهورية مصر العربية. أخيرا دكتور، ما الرسائل التي توجهها للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية؟ إلى الشعوب العربية أقول علينا أن نتعلم وأن ننفق على التعليم، وللشعب الفلسطيني أتمنى له الرخاء والاستقرار، ولكل دولنا العربية، وأقول أن المنطلق في المستقبل لن يكون إلا بالتعليم والعلم. في نهاية اللقاء أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على كل هذه المعلومات والتفاصيل والتوضيحات المهمة. وأنا سعيد بهذا اللقاء. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مع أمل الحناوي عن قرب. دمتم في أمان الله، تحياتي.